يلا ف نفوت وبسم الله على اخر موضوع هو اكثر موضوع انا بحبه اللي هو الاز هايت ريليتد تو ويت. فخلينا قبل ما نفوت على از هايت ريليتد تو ويت هي ريليتد للهوم ورك اللي حلينا المره الماضيه بالهوم ورك بتتذكروا كان في عندنا طبعا هذول الاثنين سهلين هاو ماني ابليكانتس هاف ريسيرش هي مو سهله من الفريكونسيز تعمل الباي شارت وسهله بتعرف كم النسبه يمكن 95% ما عندهم ريسيرش وبس 5% عم بيشتغلوا او هذا فانا سويتها كومبير ذا هير لينك ديستريبيوشن مجرد انك تسوي هيستوغرام كمان سهله كلياتنا سويناها اي ثينك هلا السؤال هون از ذير ا ريليشن شيب بتوين هير لينك اور ويت اف يس واي دو يو ثينك سو دكتور في موجود في حدا تواصل معي وليد وليد حواشين هو نفسه اللي معنا هون نفس دكتور ايوه انت نعم طيب وليد الوحش والله زبطت واو واو وليد حل الهوم ورك انتم شو رايكم كرام دكتور في نيجاتيف كورليشن بتوين الهير لينكث مع الهايت وهير لينكث مع الويت طيب. موجود احكي اكثر ولا احكي اكثر تفضل هو موجود كورليشن بس الفكره انه بناخذش منها انه كوزاليتي ما لهاش دخل doesn't assure كوزاليتي جميل فبنروح على وين كنا بدنا مو هون descriptives دكتور طيب. انا طلعتها من الريجريشن صراحه دورت على اليوتيوب كيف ممكن جميل حلو معناته انت سابقنا بالدروس حلو كثير بس بدنا طالما انت هيك لازم تشرح لي اكثر فهمني هلا ليش يا اخي في نيجاتيف ريليشن شيب يعني هي الريليشن شيب موجوده بس هي ليست يعني هو اكيد يعني لما نقول سبب شو يعني سبب يعني طالما كل ما زاد طول الشعر كل ما قل الطول وكل ما قل طول الشعر كل ما زاد طول الانسان او وزنه هذا اذا كان سببيه المفروض نستنتج انه لو بلال الدروبي طول شعره صار مثلا طوله هيك المفروض يصير قصير اكثر شو بتفسر الظاهره هي مثلا الطول مع الهير لينث ممكن افسره بشغله انه الميلز اون افريج تولر ذان فيميلز وشعرهم دراستيكلي شورتر فراح يعطيني زي باترن انه والله في علاقه انخفاض احسنت احسنت جميل جدا جميل جدا ممتاز هي انت فكرت فيه قبل هيك ولا هلا بس لما سالتك صراحة لا مجهز ما هو واجب ممتاز ممتاز حلو كتير فهي هي يعني للي ما سوى الهومورك شوفوا شلون لا هي correlation plot ما بدنا scatter plot وين كانت الcorrelation plot هي شو بيورجيك كل شيء انت اخترته ضد بعض بس خلينا نشيلهم هلا يعني ما بدنا نلخبط حالنا فالscatter plot نشيل حتى الهيستوغرامز ما بدنا الهيستوغرامز على الفاضي الهيستوغرام بيطلعوا لك هون ف هذا الريجريشن لاين اللي اصلا بالريجريشن لاين انه يكون لينير حقيقه ما في داعي للسموف بالاخير اللينير ريجريشن لاين يعني شو يعني بيعطيك يعني مجموع العلاقه مجموع العلاقه في اي اتجاه يسير فخلينا نحط الهير لينك تمام فهلا شوفوا كيف مجموع العلاقة في اتجاه شو سلبي يعني كل ما زاد الطول كل ما نقص طول الشعر والعكس صحيح أنا أحب حتى هيك فهلأ بيكون الهير لينكث هو الأكس أكسس وهون الهايت هو الواي بس بالضبط مثل ما قلت البنات بيكون يعني بنفسرها بظاهرة هيك أنه البنات طولهم طول شعرهم طويل فهو حقيقة نرسم رسمة هو شو هو هيك بيكون tall hair okay means that you are a female probably or very very likely و means that you are شو less height مثلا ما حدا يزعل بالاخير نحن بنحكي احصاء وانا بحب اضرب امثله واضحه مشان يعني ما حدا يكون عنده اي صعوبه بفهم المسائل هلا وبالعكس ايضا لما يكون لونج اسف شورت معناها شو
معناته you are a male ومعناته tall. طيب فهذا الشيء هون شو بنسميه هذا في لغة الإحصاء يا كرم ويا وليد؟ الميدياتر بده يكون confounder. آه تمام. أوكي هلا نحن شفنا effect قد يظن الغير في اللغة يعني اللي هو confounder effect بده يكون بالميدياتر بده يكون بالprocess. أيوة. هلا ما نحكي عن الشغلات هي مشان ما نعقد الناس، روح على اف بيري ويلسون ان شاء الله وبتنبسطوا. بس الغر يعني هو الذي لا خبرة له، فالمبتدئ ممكن يشوف correlation يقول لك والله كذا is related to كذا. بس لا هو بينخدع، قد يكون في شيء بالحلقة الوسطى هو غفلان عنه، وبالحالة هي فعلا هو صح نحن شفنا هذا الفاريبل ولاحظنا علاقته مع هاد ولكن غفلنا عن الشغل اللي بالوسط اللي نحن ما انتبهنا له، وهذا غلط منهجي. طيب فهي هي قضية الـ شو بيسموه الكوريليشن. فكوريليشن does not mean causation، لا يشترط أن يكون شيئين مرتبطين هم سببين. فبالضبط هلا نساوي split اللي هي شغلة سواها وليد وبعث لي إياها، لما نساوي split شوفوا كيف هلأ حيفرق لنا بيناتهم بناء على الجندر. خلينا نساوي soft. I think soft حيكون أسهل. نعم مو مشكلة. طيب ونكبر البوكس هاد هيك. شوفوا كيف هلا لما شلنا الـ يعني قضية الجندر ودخلناه هون مشان يحللنا كل حاله، يعني البنات يعمل لهم correlation لحالهم والذكور يعمل لهم correlation لحالهم، شوفوا الخط خلص بطل صار في negative relationship، صار بطل تفرق. يعني بنت واحدة طولها 20 سنتي طول شعرة، واحدة طول شعرة متر، كلياتهم ما يأثروا على طولهم، ونفس الشيء الذكور. فهي هي قضية الكوريليشن، افهموها جد يعني منيحة جدا ومهمة، ونفس الشيء الذكور. وكمان الذكور بتلاحظوا كلياتهم كلاسترد بال 10 سنتيمتر فما تحت، إلا اللهم اثنين يمكن ثلاثة. طيب فهي هي الهوم ورك شرحنا. هلا نفوت على قضية is height related to weight. فالهايت شو نوعه؟ continuous variable. الweight in kilograms. ديروا بالكم أنا هون كاتب height in centimeters weight in kilograms. لو أنت مجمع الداتا كاتب لي أنت من 60 ل 70 ومن 70 ل 90 ومن كذا، هي بطلت continuous. شو صار اسمها؟ كاتيجوريكال. فلذلك مثل ما قلنا في السيشن الماضيه واللي قبلها، مهم جدا تعرف statistics، او على الاقل اللي عم نشرحه بالسيشن هاي، يعني على الاقل هالاربع ساعات اللي شرحناها statistics، هدول لازم يجب يعني على كل ريسيرشر فرض عين ان يعرفها. لانه لو جمع داتا غلط بيعطيها للستاتستيشن بيقول له سوي له اناليسيس، بيقول له انت غلطان، جاي تعطيني الفاريبلز هدول وانا هدول ما فيني احللهم، فلازم يعرف كيف يجمع صح. فالهايت كونتينيوس وهون الويت كونتينيوس، هيك يعني الاساس. فاذا هو جمعه باسلوب غلط ما حيقدر يساوي التست اللي هلا بدنا نساويه، عرفتوا كيف؟ حيضطر يعني مثلا لو جمع الهايت هيك والويت هذا، راح يضطر يعمل تي تست مثلا ولا كاي سكوير ولا راح يكون خرب كل الستاتستيكال تيست. فنوع الفاريبلز بيحدد نوع التست اللي حتختاره. طيب فهلا هدول الاثنين كونتينيوس، شو اللي بنساويه؟ اصلا هذا اوريدي سويناه من السيشن الماضيه، كورليشن. وكورليشن هي مع السكاتر بلوتس بيجوا مع بعض. يعني السكاتر بلوتس شرحناها انك انت بترسم السكاتر، شو اسمه السكاتر دايجرام هذا او السكاتر بلوت، بس هي معناها السكاتر بلوت. هلا الكورليشن شو هي؟ عباره عن الكورليشن بيقيس قوه او كثره تقارب النقاط من الخط الاساسي. يعني انتم ملاحظين انه هون في عندنا هذا الخط، هذا الخط ليش هو هون؟ يعني هذا شو معناه؟ يعني هو افضل خط، افضل خط يقارب جميع النقاط باقرب ما يكون، يعني هو اقرب من الجميع باقرب ما يكون.
كخط مستقيم واحد، بده يكون اقرب من الجميع، هو هذا افضل خط. لو حطيته فوق حيكون بعيد عن كثير من النقاط اكثر من غيره، ولو حطيته تحت حيكون بعد عن الغالبيه اللي فوق. فبالوسط بالشكل هذا هو افضل يعني خط يقلل الديستنس عن الباقيين. فلاحظوا هون ستيل هدول ناس بعاد كثير عن الخط، هدول ناس كثير بعاد عن الخط، هدول كمان ناس بعاد عن الخط. فاذا اذا كان كل النقاط قريبه جدا من الخط يعني شكلهم هيك حلو، بيكون الكوريليشن قويه. حتى لو الخط كان في نفس الاتجاه، شوفوا الكوريليشن ليست قضيه انه انت عم تطلع عم ينزل ولا عم يطلع كثير، قضيه انه قديش النقاط قريبه من الخط. كل ما تمركزوا من الخط اكثر كل ما كان احسن، كل ما بعدوا عن الخط كل ما كان الكوريليشن اضعف. طبعا اضعف نوع من الكوريليشن شو هو؟ الزيرو كوريليشن او النو كوريليشن. لما يكون ما في اي كوريليشن شو بيصير؟ بيصير مثل ما شفنا قبل شوي، بيصير شو يعني لاحظوا هون لاحظوا انه هون ما في حقيقه علاقه بين النقاط وبين الخط، يعني هي اشبه بمستطيل او اشبه بمربع. شوفوا كيف يعني ما في تمركز باتجاه معين، متوزعين في كل الشاشه، هون شوي وهون شوي وهون شوي وهون شوي. فلاحظوا اما لو كانوا كلهم ماشيين معه مع الخط راب عليه وهيك في نسق معين، يعني هون كثير وهون اقل وهون هيك، هذا بنسميه كوريليشن قويه. فالكوريليشن هي ميجرمنت بين بين الصفر والواحد. تمام لهون؟ الصفر يعني لا يوجد علاقه مثل الحاله هي، بس شو بعد ما صححنا للجندر لما قسنا الفيميلز لحالهم، لما كان بدون جندر كان يعتبر في علاقه. بالضبط، هي علاقه ولكن طلعت شو علاقه وهميه ما لا دخل كون اوف فاند. بالضبط. ف الله ضاعت نقطة. ايه فالكوريليشن بين الصفر والواحد، إذا كان صفر يعني لا يوجد علاقة مثل قبل شوي لما يكون كل شيء هيك بتوزع على الشاشة. واحد يعني علاقة قوية جدا وهيك بتكون شو علاقة طالعة لفوق وكل حدا على الخط تماما، يعني قريبين تماما جدا منه. مثل شو؟ مثل علاقة بين الطول والوزن تقريبا، يعني مو هي بس قريبة عليها. شوفوا كيف؟ يعني هون النقاط جدا يعني صح انه في شغلات ابعاد هون، بس يعني هذا اقرب ما يمكن يعني او انه مثال نقدر نضربه. طبعا لو كانوا هذول كلهم مو موجودين وكان هون كان تقريبا يعني علاقة 0.9 حلو؟ اما هون يمكن علاقة بتطلع ما بعرف 0.6 او خلينا نشوف. فخلينا نروح على بالضبط نروح على هلا كيف نساوي الكوريليشن. هلا احنا نشرح شوي عنه اكثر. نروح على الكوريليشن هون عند الريجريشن بعدين كوريليشن. مثل ما قلنا طبعا احنا كل شيء بنساويه هلا بالستاتستكس ودائما يعني غالبا بحياتنا كل شيء حنستعمله حيكون الكلاسيكال مو البيزيان، ولكن ممكن ان شاء الله بالمستقبل يعني اذا تقدمنا في المستوى واحتجنا هي الشغلات. طيب فشو كنا عم نحكي؟ خلينا نقارن بين الطول والعرض والوزن. ظني بقول الارض والسامبل يعني هي الموست كومن، في اكثر من نوع كورليشن بس غالبا بتكون البيرسون. هلا حنحكي عن الاشياء هي شوي في نهايه الدرس، بس خذوها هيك هلا البيرسون كورليشن والباقيين ما تلعبوا فيه اتركوه مثل ما هن. خليه يرسم لنا السكاتر بلوت. فهلا بنجي لهون شوفوا كيف. فهون رسم لنا السكاتر بلوت طيب، ورسم لنا شو عدد الكيسات. طبعا لاحظوا انه ما في missing cases لانه ما في حدا missing. وهون هي الديسكربتيف ستاتستكس. المهم هي السكاتر بلوت وهي شوفوا كيف هي بيسموها الكوريليشن ماتريكس. شوي حتعرفوا ليش اسمها ماتريكس بعد شوي، بس شوفوا كيف العلاقه بين الطول والوزن شو 0.68. نحن قلنا العلاقه بين صفر وواحد، لما تكون واحد بتكون علاقه بيرفكت، بيكون كل نقطه ماشيه على الخط تماما. لما تكون اقرب الى الصفر بتكون شو ابعد عن الخط، اذا الخط هيك والنقاط يعني شاذه.
هلا هذا البي فاليو كالعاده دائما في عندنا بي فاليو، فالبي فاليو هون كثير صغير 7.6 ضرب 10 ماينس 7 3 فايتس فيري فيري سيجنيفيكانت. تمام، الفاليو بتكون بوزيتيف لما تكون الكورليشن بوزيتيف ونيجاتيف لما تكون نيجاتيف. بالضبط. هلا الفكره اللي كامل انا اشرحها، انا قلت بين الصفر والواحد بس هي بتجري بالاتجاهين، يعني الصفر والواحد هي الماجنتيود او القوه. هلا في عندك الاتجاه مثل زي تبقى الفيزياء. نعم. عندك اتجاه. القوه هي قضيه انه قديش انتم قراب على الخط. فاذا كان الريليشن شيب طالعه وكل حدا قريب على الخط بتسميها شو؟ بوزيتيف ريليشن شيب، وبتكون مثلا مثل الحاله هي 0.68 او 0.7. اذا كانت نيجاتيف بالعكس تماما، يعني نفس القوه نفس التقارب من الخط ولكن بالعكس نازله نيجاتيف، فبتصير سالب 0.68. فنحن شفنا هلا العلاقه بين الطول والعرض ايجابيه، العلاقه بين الطول والشعر سلبيه. فهي هي الفكره تبع الكورليشن. ومثل ما قلنا الكورليشن does not necessarily mean causation. بس طبعا يعني كمان هلا في بالريسيرش، يعني انت بتستعمل الستاتستكس وبتستعمل المنطق كمان، بتستعمل يعني الاستنباط الذهني. احيانا ما بيكون عندك انت يمكن ما عندك ريسيرش قوي انك تقدر تعمل شغلات انك تعمل راندومايزيشن او كذا او كذا، ما عندك غير الكوريليشن، ولكن كوريليشن منطقيه فممكن تبررها. يعني مثلا شفنا كوريليشن وات ايفر مثلا بين السموكينج واللانج كانسر، ما سوينا نحن راندومايزيشن انه ناس نقول لهم دخنوا ما تدخنوا بعدين نشوفهم بعد 10 سنين ونشوف مين معه سرطان. هذا اسمه راندومايزيشن، هو الاسلوب انك تثبت السببيه او واحد من الاساليب الرئيسيه. هذا يعني unethical تخلي الناس يدخنوا وهيك. بس يعني لما انت تدرس ومثلا اكثر من ريسيرش يؤثر هذا الشيء بالكروس سكشنال ستديز بتشوف انه فعلا في ريسك اعلى، بالكوهورت الريتروسبكتيف ستديز بتشوف في ريليشن شيب، بالمختبرات بالعينات البتري ديشز بتلاحظ انه هي الماده فعلا مسرطنه ولما نحطها على الخلايا بتتحول لسرطان مثلا. لما تتجمع هاي الادله كلها معك فيك يعني تعتبر قرائن وتقول انه probably smoking causes lung cancer، وان كان هي الكورليشن بنفسها ليست دليلا ولكن هي شو بتساعدك يعني. فهي هي الفكره تبع الكورليشن، الفكره انه ما تغلطوا فيها ومجرد انك تشوف كورليشن تفكر انه هي سبب. اعطيكم مثال حي وحقيقي شفته بعيني. هذا مثال نضربه بسرعه، حتحبوه كثير مع انه شوي معقد، ركزوا معي. انا احييكم صراحه انتم سته ما شاء الله ما حدا منكم طلع. طيب عن جد هذا مثال، يعني طبعا مثال الطول الشعر وكذا هذا مثال تافه اعتقد كل حدا بيقدر يفكر فيه، بس في شغلات اعقد بالطب. طبعا نحن بنشرح السهل بس دائما لما تيجي للصعب حلو تعرفه. بتعرفوا الكولا الهي البيبسي دايت والكولا دايت صح؟ وبتعرفوا انه هدول الدايت شو المفروض فيهم زيرو كالوريز. شو يعني زيرو؟ يعني فعلا المفروض زيرو زيرو، يعني فعلا ما فيهم كالوريز. يعني المفروض هذا بيساعدك تعمل دايت وتنحف. هلا طبعا اياكم في ناس هيك بيقولوا لي لا هدول كذابين اكيد هي مو زيرو. لا هي عن جد زيرو، هي المعلومات الغذائيه ما بصير ينكذب فيها، هي فعلا زيرو. لانه هي طيب العاد وين الترك بتكون؟ هي شوف ما انت شوف المحتويات هي حلوه صح بس ما فيها سكر، فيها مواد محلاه سويتنرز ارتفيشال سويتنرز مثل السكرولوز وغيره والاسبارتام. فهي المواد يعني بايوكيميكالي ما فيها كالوريز فعلا، يعني الجسم ما بيساوي لها ميتابولايزيشن وبيحولها وانه بحيث تعطيك انرجي. فهي فعلا فيها زيرو كالوريز. ثيوريتيكلي طبعا هي قضيه طويله عريضه ويمكن الى الان يعني ما فيها شيء واضح، بس انا عم بضرب لكم مثال. هذا الشيء عن جد انا بحس عنه كثير. ثيوريتيكلي المفروض انت لما تاخده تنحف، بس لما عملوا الديسكريبتيف ستديز وقارنوا الريسيرش الناس اللي بيشربوا دايت كوك والناس اللي ما بيشربوا دايت كوك، لو انه الناس اللي بيشربوا دايت كوك سمان اكثر. دايت كوك؟ ايه الناس اللي بيشربوا دايت كوك they are obese. طيب غريب ايش ال فهذا السؤال اللي بيطرح حاله، يعني حدا عم ياخذ دايت كوك المفروض ينحف، ليش عم نشوفهم اسمن؟ يعني عم سوينا شو كورليشن بين الكونسمبشن او do you consume او not consume diet coke او how often مثلا
سواء continuous أو categorical بغض النظر. وهذا هون بده يكون الكونفاوندر انه اللي بيشرب عنده قابلية اصلا انه بده يكون بوكل اكثر او شيء زي بالضبط. بس لسه ابسط واسهل من هيك. الناس اصلا اللي بيشربوا دايت كوك هن يشربوها لانه سمان. عرفت شلون؟ فالفكره هلا شوفوا انتوا عم تضحكوا بروبلي عشانكم المثال هذا. صراحه انا والله ما كنت محضره بس تذكرته هلا. هذا الحكي بحثت عنه قبل قبل 3 سنين. لانه كنت اروح على الجيم وكنت بدي اخذ كنت اخذ بروتينز وهدول السبلمنتري ماتيريال وفي ارتفيشال سويتنس. فقريت كثير عن الشغلات هي بس يعني. ومره سالت واحد من الصيادله بالامارات كنت هناك سالته بدي يعني بدي اساله على السويتنرز وهيك. فقلت له انا كنت وقت طالب سنه ثالثه طب وقاري كثير على الموضوع. فسالته شو الفرق بين السوكروز والسوكرالوز. قال لي no difference, it's only يعني the same the, شو اسمه different names for the same thing. السوكروز اللي هو table sugar اللي هو شو fructose plus glucose أعتقد صح ولا أنا غلطان؟ الفركتوز اللي هو سكر الفواكه. في واحد منهم أعقد من الثاني. السوكروز هو fructose زائد glucose. اعتقد نعم فركتوز بلس سكروز. فقال لي هو شوف السكروز هذا اللي قلنا عنه اللي هو بالضبط جلوكوز على فركتوز. السكرالوز هذا كومبليتلي ديفرنت ثينج. هو ارتفيشال سويتنر فيه زيرو كالوريز. السكروز فيه 4 كالوريز بير جرام صح. حكى لك نفس الشيء ديفرنت نيمز فور ذا سيم ثينج. هذا اصلا مو صيد ولا لهم علاقه هذول البياعين. فهزيت رأي قلت له يعطيك العافية thank you very much ورحت هاي بالإمارات يعني مهم. فالمهم شو كنا عم نحكي الله مسيح أحمد. فالفكرة أنه الريسيرش شوفوا هاي الشغلات حلوة أنتم بسطتوا عليها لما تقرأ ريسيرش وبتقرأ هلأ مثل ما قلنا الريسيرش عندك introduction و objectives و methodology و discussion و results و discussion. الريسيرش يعني انا قلت لكم تعودوا تقروا الريسيرش اياكم ثم اياكم تتركوا اي بارت من الريسيرش ما ينقرا. كثير ناس انا يعني صراحه كثير ناس نكتوا معي اللي هي الميثودولوجي دائما بنفشق عنها. لا يعني الميثودولوجي هي اهم شيء انك تقراه هي والديسكشن يعني او هي الارتكل كلها خصوصا يعني الميثودولوجي والديسكشن. لانه لما تقرا الميثودولوجي تعرف الليميتيشنز تبع الارتكل انه اذا في خطا منهجي بيكون بالميثودولوجي. احيانا المؤلفين كثير احيان بيكتب ارتكل وهو بيعرف الليميتيشنز تبع الليميتيشنز يعني السلبيات او نقاط الضعف وهو بيعرف نقاط الضعف وما بيكتب نقاط الضعف. ما بيقول لك انه انا نقاط ضعفي 1 2 3 بستدي هي. طيب مش الاساس انه بصير في بير ريفيو ولا هو بصير ما هو بس مو كل البير ريفيورز او مو كل الجورنلز يعني مدققين ومتشددين انه بيقول لك اعمل هيك اعمل هيك. في ناس خلص انشر اي حاجه. فانت بده يكون عندك critical thinking. بالضبط بالضبط يعني هو اوكي medicine works صح peer review works بس it doesn't mean it's ideal و doesn't mean انه كل article انت بتقرأه خلص هي كلام صح. ما هو لذلك انت لازم تكون research من نفسك تكون عندك ذهن تفكر مو والله اي حدا كاتب article تصدقه. ما هو بالاخير هذا author بده يكتب findings بده يكتب conclusions بده يحسس الناس انه انا اكتشفت وانا عالم صح ولا لا. فانا اشتغلت صراحة researches ولما اشتغل انا كتبت الليميتيشنز تبع الاستدي نسفت نسف يعني قلت والله عندنا اخطاء او عندنا سلبيات 1 2 3 4 وما فينا نعمم الشغله هي على كل الاطباء. انا عملت لي لانه 1 2 3 4 سلمته بعدين باقي الفريق ما عجبه مسحوه. يعني بتصير هي الشغلات بس هنا حرام ما مسحوا كل شيء بس يعني لطفوه. مع انه عادي يعني انت كعالم المفروض تنتقد نفسك يعني قبل ما تنتقد غيرك. فانت الفكره هي انه هاي المثال اللي ضربته انا تبع الارتفيشال سويتنرز وغيره قضيه الكونفاوندينج وانه الاوبيس وهيك بتتعود تفكر بهالاسلوب لما تقرا ريسيرش كثير. هي الخلاصه. طبعا في يعني ريسيرش طبعا هذا احسان ظن كمان انه ناس عندهم ليميتيشنز يخبوها. في ناس يعني بيكذبوا كذب صراح بالريسيرش تبعهم. بيكذب يعني يعني هلا مو نحن بالسيشن الاولى حكينا عن الداتا كولكشن يا كرم ويا بيسان ويا وليد. في ناس بيجمع داتا. هو ما بيجمع داتا هو بيكتب داتا
يعني بيألف بيبدع من العدم، يعني بيقعد هيك بيقول لك اه والله انا شفت، هو ما شاف ولا ها بيكتب، بيعمل اكسل شيت وخلص، مع انه اريح له انه يجمع داتا. لا والله لا لا، شو اريح له يا سلمى، ممكن مش دائما يعني، اي اسهل له يكتب كويشنير كامل معلوماته ولا ياخذ الكويشنير بالمعلومات تبعته؟ انا لا لا، ما عم بحكي تجميع داتا من الفيسبوك، عم بحكي مرضى من المستشفى اني اذا هيك نعم اكيد. فانا انه انا مثلا مرضى سحايا، مرضى التهاب كذا، مرض امراض قلب، اقعد انا طلاب وكذا يروحوا ست اشهر اقعدوا جمعوا 300 مريض وكذا، ولا اقعد انا الفهم؟ لا الفهم من حالي. ففي ناس بيكسبوا بيجمعوا داتا يعني، او لا، هي صراحه تاليف الداتا من الصفر انا صراحه ما شفتها، يعني تأليف داتا عن جد اكسل شيت من هو الى اخره كذب، هي يعني وقاحه كبيره ما شفتها. بس شفت وبعرف ناس يعني قال لك والله هذا الرقم مو عاجبني غيره ارفعه شوي مثلا، بده شو بالاخير الكونكلوجن انه البي فاليو يثبت الدراسه تبعه. ايوه بده بالاخير، هو عنده نظريه بده البي فاليو بالاخير عشان ينزل تحت 0.05، بيكون مثلا هي 0.08، بيروح بيغير لك 4-5 مرضى، بدل ما يكون طوله 180 بيخلي مثلا طوله 140 تمشي. فطبعا الشغله فيها ضمير وفيها اخلاق وفيها علم وفيها يعني ناس هذول غلطانين. والريسيرش زي اي شيء بالدنيا يعني بالدنيا. بس هو بالضبط الريسيرش، الفكره انه في ناس ممكن تكذب، او ممكن هو لا، هو انسان صادق وهذا كثير موجود، صادق يا اخي هو، بس هو الاستدي تبعه فيه سلبيات هو مثلا ما انتبه له، او انتبه له وما بده يذكره، او فانت لازم تتعلم تقرا ريسيرش. فدائما اقرا ريسيرش، اقرا ميثودولوجي والديسكشن. الديسكشن جدا مفيده، شغلات الكونفاوندينج ما كونفاوندينج كثير احيانا، وانا من ريسيرشاتي لما عملت فعلا لقينا فايندينجز معينه، بس بالديسكشن كتبنا انه هذا لا يثبت السببيه لانه قد هذه الظاهره تفسر ب 1 أو 2 أو 3 غير العاملين اللي نحن بنشوفهم. فيعني هي شغله. فهلا اخيرا فتنا الى الموضوع الشيق وهو الاهم والاجمل، هو احلى شيء بالستاتستكس. هو هلا نحن حكينا عن الكورليشن ورسمنا السكاتر بلوتس وخلصنا، بس هلا السؤال كان وي بريدكت ويت فروم هايت؟ نحن هلا عرفنا انه في علاقه بين الويت والهايت، بس هل لو جبنا شخص نحن بنعرف طوله بس ما بنعرف وزنه، هل فينا نتنبأ بوزنه من طوله؟ ممكن بالضبط. فهذه هي فكرة شيء اسمه لينير ريجريشن للي ما بيعرفوا. فبنيجي بنساوي زوم لهم، فطلعوا منيح. هاي انتوا اكيد يعني كلياتنا شفناها بالمدرسة، وللأسف الشديد يعني نحن بندرس بالمدرسة وما بيقولوا لنا انت شو عم تدرس وليش. طبعا انا والله لما شرحت هذا الحكي لناس من رفقاتي ورجيتهم قلت لهم هاي هيك بتعمل، يعني كانت رؤوسهم حتنفجأ، اللي انت بلال وانت بتعرف وانت يا ابن الحلال، هذا كلياتنا اخذناه بصف 9 و10 يمكن ولا كم 8، بس نحن بنتعلم وما بيقول لك هذا لشو، بتحل الارقام وبتنجح بالامتحان وخلص بتفشل، وما بتعرف هاي الفورمولا اللي انت عم تحلها بالرياضيات للاسف. فهي هي الفورمولا اللي درسناها كلياتنا بالمدرسه، y equals mx plus b. ما بعرف بالتوجيه، اعتقد قلت لي المره الماضيه حدا قال لي ايه هي قاف س الف باء زائد س يمكن الف س زائد باء الف زين زائد اللي هو باء ثابت وش المتغير اللي هي اكس. فهذا الشيء السخيف اللي بندرسه بصف 8 سبحان الله، هلا بالنسبه لنا يعتبر انت عبقري بالطب اذا بتعرفه. بس الفكره انك تطبقه على ارض الواقع مو بس تحله. فهي هي فيك تستعمل الخط هذا. مو قبل شوي طلعنا الريجريشن لاين على الكورليشن وطلعنا الخط العام للعلاقة، هذا الخط فيك تستعمله. طبعا هلا لسه ما بنحكي أرقام، بس هذا الخط فيك تشوف وين من وين بيبدأ وين بينتهي، وتعممه على ناس لسه أنت ما شفتهم، تعممه على ناس بتعرف طولهم بس ما بتعرف وزنهم، فتحسب وزنهم من طولهم. فهي هي الفورمولا y equals mx plus b أو ax plus c، يعني أكثر من هذا أو يعني بالعربي. فهي فكرته العامة، فهذا بنسميه لينير ريجريشن. فانتم تطلعوا هون بالضبط، فلو قلنا انه الويت يساوي الهايت ضرب يعني شو اسمه الكوفيشنت، متفاعل ولا شو كان اسمه بالعربي، متغير ايوه، ضرب متغير زائد ثابت. اذا ضربنا الطول بالمتغير وزودنا ثابت معين
راح يطلع معنا الوزن. هلا نحن لسه بنعرف ما بنعرف لا المتغير ولا الثابت. هلا هو جاسب هو اللي بيساعدك تطلعون. فخلينا نروح على جاسب. ما بعرف في شيء نشرحه قبل هيك ولا لا. فمشان بس هي هي الفكره، انتم شفتوا الكورليشن وشفتوا مثلا هلا الخط، فلاحظوا هلا الخط هون الخط هيك ماشي والسلوب تبعه تقريبا كم هذا نص ولا واحد. فوين وين بيضرب على الواي اكسس؟ على ال 155 تقريبا. فهذا الثابت. بس هلا شوفوا شلون، هلا على كل حال انت هي مو لازم تحسبها، انت مو لازم تحسبها بايدك ابدا. ببساطه بنروح على ريجريشن، لينير ريجريشن. لينير ليش بنسميه لينير؟ لانه خط مستقيم. نحن ما عندنا، ما في عندنا خط هيك ولا خط هيك ولا خط. هذول بتذكروا علاقات بالرياضيات اللي هي المكعبه والمربعه والما بعرف شو، هي كلها تشغيلات. نعم احنا هون بالخط اللي هو خط مستقيم، فهذا لذلك اسمه لينير ريجريشن. تذكرت صح نقطه جدا مهمه نسيت اذكرها بالسكاتر بلوت، مني هلا تذكرتها، انه ليش مهم لما تعمل كورليشن مهم انك ترسم السكاتر بلوت، لانه احيانا بيكون عندك ريليشن شيب معقده قد تبدو انه لينير بس هي اعقد شوي من لينير. خلينا اسف خلينا نترك شوي لينير ريجريشن، نرجع على السريع للكورليشن نشرح بس هي النقطه الزياده بين الطول والعرض والوزن. طيب فنحن رسمنا السكاتر بلوت، بس احيانا بيكون عندك علاقه مثلا، يعني مثلا اعطيكم مثال هون. Clear my drawings. في شيء بيسموه عندك الكيرف لينير ريليشن شيب او البلاتو، يعني لو كان عندك مثلا علاقه بين الطول والوزن الى هيك، او مثلا بين الجي بي اي والدراسه، يعني كل ما تدرس بتجيب جي بي اي اعلى الى اجل مسمى لحد هون، بعدين خلص بصير مخك مثلا ما بيساعدك اكثر من هيك. هاي مش مفروض علاقتها تكون جذر ولا تختلف شوي؟ قصدك هيك هيك؟ ما بيوقف بضل طالع. لا لا انا عم بضرب مثال، عم بضرب مثال يعني. تمام. الا لو بالموضوع بدنا نفصل فيه اكثر راح يعني راح يكون في كثير عوامل. او مثلا خلينا نضرب مثال كثير حلو وهذا فعلا مثال حي. وحتلاقوه كثير او يعني بالصيدله اكيد مر عليكم او الا ما لو بتدور بالريسيرش حتلاقيه، اللي هو مثلا الريليشن شيب بين الدرج كونسنتريشن. حلو؟ هيك يعني كونسنتريشن صح؟ وبين الافكت. الافكت يعني يلي انت عم تدور عليه. حلو؟ يعني مثلا شو بدنا؟ بين عم ناخذ مثلا ادويه ضغط الدم، كل ما زاد او لا مضادات حيويه. او لا خلينا على ضغط الدم، لانه ضغط الدم فعلا كونتينوس فاريبل. فكل ما زاد مثلا خلينا نحكي عن مثلا شو كابتوبريل او وات ايفر، يعني شو ما كان الدواء او كاندي سارتان او يلي هو، كل ما زاد مستواه في الدم راح شو بدنا يقل الضغط صح؟ او هيك مثلا. فلما يزيد راح يكون الضغط واطي، والعكس لما يكون قليل راح يرجع الضغط عالي. بس على فكره مو شرط هيك، احيانا في يعني بانواع يعني تريتمنتس ثانيه في كومبلكس ريليشن شيب. احيانا مثلا بيكون عندك جود 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 افكت، بعدين بيصير عندك مثلا بارادوكسيكال افكت، بصير بالعكس ريليشن شيب سلبيه، بيبطل انك تزيد الجرعه بيصير عليها تاثير زياده، ممكن يصير تاثير سلبي. او يعني مثلا بصراحه في كثير امثله، الفيتامينات مثلا نفسها، الفيتامينات مثلا لما ناخذ زياده عن اللزوم بتصير مسمم. بالضبط، بصير مثلا هون عندك جود جود، مثلا هون خلينا نضرب علاقه بين الهيلث عموما وبين الفيتامين مثلا دي. طيب لما الهيلث مثلا حتكون تبعك واطي اذا الفيتامين دي واطي، وبعدين حتتحسن لما تاخذ فيتامين دي يعني المستوى الطبيعي، وبعدين حيكون في عندك جود يعني رينج ما بتاثر فيه كثير على الهيلث. بعدين بعد ما تزيد حد معين الهيلث تبعك راح تدهور لانه توكسيسيتي وهايبر كالسيميا وكيدني ستونز والى اخره. وعلى فكره الفيتامينز كان كوز يعني اور كود انكريز يور ريسك اوف كانسر اذا يعني اخذتها بدوز ان ابروبريت. وهيك وفي كثير ناس ما بياخذوا مالتي فيتامينز بتضرهم، فعن جد هدول. طيب المالتي فيتامين بتخيل لما تحكي عن حبه يوميا
بدها استشارة طبيب؟ لا صح؟ لا لا، هي المالتي فيتامين أصلا فيها كميات ضئيلة جدا صراحة، بس في يعني في ديتيلد ريسيرش على هذا، بيقولوا إنه يعني اتس نوت سو ماتش، يعني عن جد مو ورث صراحة عموما. أو شفت يعني شفت أكثر في ريسيرش بيقول لك والله بتزيد، يعني في هذا شوف شوف أبو المالتي فيتامينز اللي أصلا طلع القصص هي كلها وجلط الناس بالفيتامينز، مات ببروستيت كانسر، اذكر بروستيت ولا غيره بس اذكر بروستيت. نعم هو كان يقول زي في هو قصه كان... مره قراتها عن واحد الف كتاب عن كيف الركض بيطول العمر ومفيد للصحه، وتوفى بعمر الخمسين بجلطه بعد ما كان يركض. هو فعلا ايرونيك يعني، طبعا هي لا تثبت انه الركض ما بيفيد الصحه، ولكن الناس بيضحكوا عليه. يعني بالاخير الكلام للريسيرش هو فعلا الفيتامينز هيك. فالفكره هي انه اللي كنا عم نشرحه هلا، حتى لو كان في مثلا كيرفلينير ريليشن شيب هيك، او اذا هيك شوف اذا هيك رح تطلع معك صفر الكورليشن لما تحسبها على البيرسون كورليشن صفر، بس لو كانت مثلا هيك وهيك رح تطلع ايجابيه، وان كان بنهايه الكيرف ممكن تنزل. فهمتوا كيف؟ يعني لو كان هيك وفي ارتفاع بعدين شوي تنزل ووقفت، انت ما جمعت داتا اصلا اعلى من هيك مشان تعرف، ممكن ترتفع مره ثانيه ممكن تنزل، انت ما بتعرف، انت جمعت داتا مثلا لكونسنتريشن معين، بس الكورليشن رح تطلع بوزيتيف وين كان في نزله بالاخير. فهمتوا الفكره هاي؟ فلذلك مهم انك دائما تشوف السكاتر بلوت، مو بس يعني تقول لي بوزيتيف ريليشن شيب، احيانا ممكن تكون في بوزيتيف بس يكون مثلا علاقه شو اسمه سكويرد ولا لوج، ولا ممكن ما تكون خط مستقيم، ممكن تكون هيك يعني. طيب خلينا هلا نفوت على الريجريشن. بسم الله، باقي 3 دقائق، حكينا والله كثير شغلات بس يعني شفتهم ضروريين. فخلينا نروح على هلا شو بيسموه هلا. بدنا مثل ما قلنا شو بدنا نتنبأ بالوزن من الطول، يعني نحن بنعرف طولك، خلينا نحسب وزنك. طبعا بالمدرسه لما كنت صف خامس ولا لا لا صف سابع، كانت مس العلوم الساينس كانت تقلنا مشان انت تكون انسان طبيعي لازم يكون وزنك هو طولك ناقص 100، يعني انت طولك 120 لازم يكون وزنك 120. طب اذا انا وزني 100 لازم ما اكون اوفر سمبليفايد بالضبط، اذا انا وزني 100 لازم ما اكون موجود. فقانون غلط طبعا، ات وركس يعني ات لوكس جود لناس طوله 170 بس اذروايز ما فيك تعممه ابدا على حدا ثاني. فطبعا لا، هذا يعني الصحيح انك تستعمل شغلات مثل اللينير ريجريشن، هذا فيك تستعمله. اللينير ريجريشن بيعطيك، خلينا نشرح شوي عنه. هو قبل التنبؤ، التنبؤ صراحه شغله ادفانسد، قبل ما تفكروا بالتنبؤ انت بدك تفهم العوامل. هو يعني بيشرح لك انه هل هذا مفيد او هل هو له علاقه مع الشغله الثانيه ولا لا. فخلينا هلا شو نحط الويت ديبندنت فاريبل. الديبندنت يلي هو الشيء اللي بدك تتنبأ فيه يلي هو الوزن، والهايت يلي هو الشيء يلي انت عندك اياه. انا عندي، نفترض انا عندي انسان بعرف طوله بس ما بعرف وزنه، يعني بس انا شايفه قدامي، فهذا الويت والهايت. طيب نسكر هاي، خلينا نفتح اللي طلع لنا. هلا ار بتلاحظوا هي هذا شو ار هون 0.68، هذا الرقم شو بيذكركم؟ نفس الكورليشن. فهذا بنسميه نحن السمبل لينير ريجريشن، لما تحط عامل واحد بيعطيك شو ار، حتكون هي نفسها تبع الكورليشن. ار سكوير ما حاول اشرح عنهم كثير، ما في داعي صراحه، هي رياضيات يعني معقده. الفكرة تبعها هلا حيسكر علينا على فكرة ب 20 ثانية، الفكرة تبعها انه كل ما زاد ار سكوير بنفهم من انه العامل هذا بيفسر لنا جزء كبير من الوزن. فلما يكون ار سكوير عالي معناته الطول بيفسر جزء كبير من الوزن. خلينا نرجع بعد هذا التسجيل.
طيب نرجع. كل شيء تمام؟ الصوت واضح؟ سامعيني؟ في مشاكل؟ يلا. صح انا مو المايكات شير سكرين شات انيوت ذيم سيلز. طيب رجعنا سامعيني؟ نعم. يلا بسم الله. فهلا عملنا الكوريليشن وعرفنا ان الكوريليشن هي علاقتين بين شو متغيره. طبعا الكوريليشن شو في شيء يسموه الكوريليشن ماتريكس، لما تحط كثير عوامل مع بعض. خلينا نرجع على السريع لانه ما بدي اخفى صراحه شغلات هي، مع انه شغلات بسيطه في ناس بفكروها ادفانسد. فشوف لما تحط كثير عوامل راح يعطيك ماتريكس، راح يصير هيك مثل شو لما كنا نحلها بالمدرسه. ف في فراغات علاقات جنب بعض. هذول هلا ليش هذول كلياتهم فاضيين؟ لانه هي نفسهم اللي تحت الدياجونال لاين، هذا الخط هيك بالورب. هذول يعني هاي 6.6 معناها هي نفسها اللي حتطلع هون، فهي الهايت مع الويت هون. فما في داعي يكرر بالضبط، ما في داعي يكرر. فهي هي ماتريكس بنسميها، وفيك طبعا ترفق مع الاوبشن هون حلو كثير بجاسب انه بنفس الوقت يعطيك سكتر بلوت، وهذا شيء ممتاز. فهلا فيك تشوف قوه العلاقه والتفصيل تبع اذا في يعني شيء غير مستقيم فيها. المهم نترك هلا الكوريليشن ونرجع على الريجريشن لانه بدنا نخلص ان شاء الله. هذا بوعدكم اخر ريكورد. الحمد لله انا صراحه يعني حاسس هي السيشن احسن من المره الماضيه لاني جهزت السلايدز منيح، تعبت عليهم البارحه يعني، ضليتني اشتغل فيهم كل تفصيل عشان ما نقعد نرسم ساعه، وجهزنا الامثله صراحه. دكتور كل محاضراتك ما شاء الله عليك، لانه خصوصا بالريسيرش بحس ما في مصدر بيكون مجمع لك. هو صح بالشكل هذا. اشكرك يا سيدي. هو مثل ما قلت لكم اكرر، الوركشوب هي لا يقصد بها انه تعرف كل شيء، لانه هذا بده دراسه يعني متفرغه، ولكن نعطيكم يعني خلينا نقول 30% من اللي بتبلشوا مشان تقدر تكمل. فهاي الافكار العامه، وان شاء الله يعني لما تتعلم اكثر على التيتس والكاي سكوير والاسامبشنز. طبعا هلا في شغله مهمه، في اسامبشنز لكل تيست، ما تفكروا انا والله ستاتستكس حلوه سهله. هي فعلا سهله نوعا ما لانه بلا شرحها، بس لا فيها فعلا شويه تعب وتفاصيل اكثر. في اسامبشنز او شروط لكل تيست. يعني التي تيست من اهم شروطه اللي مهم تعرفوه اذكروا على عجاله، انه يكون الفاريبل نورمالي ديستريبيوتد، يعني يكون شبيه بالبل كيرف. ما بصير والله تجيب لي فاريبل من 1 لـ 5 وكل حدا مجاوب 4 أو 5. يعني مثلا انا بالكويستشنير التقييم الرضا تبعكم، كم انت راضي عن السيشن، كل حدا مجاوب 4 أو 5، ما بصير اعمل على هي التي تيست لانه هي اصلا مو كونتينوس فاريبل، هي لازم تعمل لها كاي سكوير مثلا، وليست نورمالي ديستريبيوتد. نورمالي يعني الشبيهه تكون شو يعني قريبه على السيمتريكال شيب. فهي اسامبشنز مهمه انك تستوفيها، اذا ما استوفيت الشروط هي بيكون التست تبعك محل ريبه وضعف. نرجع للينير ريجريشن. انا بحاول اشرح الافكار العامه، طبعا فيه تفاصيل كثير بدكم تقروها ان شاء الله لحالكم، بس انا بشرحه على السريع يعني خلال 10 دقائق ربع ساعه فيكم تفهموا الفكره العامه. اما بعد هيك بدكم تقراوا لحالكم، بده دراسه اسبوع زمان يعني 3-4 أيام على الاقل. طيب فاللينير ريجريشن هي الكوريليشن. هلا الار سكوير هي كميه الفارينس، ما في داعي لنشرح شو هي الفارينس، بس كميه التمايز بين الناس يلي انت فيك تفسره. هلا انا عندي واحد طوله 150، بس هذا اللي طوله 150 في واحد وزنه 50، واحد وزنه 60، واحد وزنه 70. هذا بيسموه تمايز بين الناس. انا الفورمولا اللي انا بصنعها كم بتفسر لي من هذا التمايز؟ هي الفكره العامه، ما بتهمك الارقام وما بتهمك الماث. فهذه الفكره العامه، كل ما زاد كميه التمايز اللي انت فيك تفسره كل ما كان الفورمولا تبعك احسن. يعني اذا انا بصنع فورمولا تتنبأ لي بالتفصيل انه هذا وزنه 60 وهذا 70 وهذا 80، وما ببطل يعني ما يعني بصير انا بعرف كل تمايز بين هذا وهذا ليش صار. يعني هذا وزنه 60 هذا 70، الفرق بينهم 10 كيلو، ليش ال10 هذول كيلو يعني موجودين بين هذول الشخصين؟
الفورميولا المثالية راح تعطيك كل كيلوغرام يعني كل شيء من هذول الكيلوغرامات شو اللي بيفسره؟ بيفسره مثلا انه هو طويل، قصير، ذكر، انثى، دهون، كمية الاكل، من اي جنسية الى اخره. فطبعا فهذا الرقم الار سكوير يتراوح بين الصفر والواحد. صفر يعني الفورميولا تبعك فاشلة لا تفسر اي شيء. واحد يعني بتفسر كل شيء وبتتنبأ بكل شيء بدقة. الادجستد ار سكوير هي نفس الار سكوير بس بعد ما يصحح لمشكله مهمه هي السامبل سايز تبعك. يعني اذا السامبل سايز تبعك صغير بنشك صح ولا لا، يعني ما فينا نثق كثير بالداتا فبينقص الار سكوير، يعني بيساوي ادجستمنت للسامبل سايز. طيب واذا يعني بكفي هيك نشرح عنه. المين سكويرد ايرور هذا كل ما كان اقل كل ما كان احسن، يعني الريزيجوال مين سكويرد اوف ايرور يعني هي كميه الخطا اللي انت بتخطئه، هي مثل التمايز اللي انت ما فيك تفسره، يعني هي الافكار العامه. فطبعا الايرور كل ما كان اقل كل ما كان احسن. هلا الاتش 1 اتش 2 شو يعني؟ الاتش 1 هو النل هايبوثيسيس، هو النظريه انه انا ما فيني اتنبا بشيء. يعني لو انا بدي من دون اي فورمولا ما فيني افسر ولا شيء صح، هيك صفر 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 والخطا حيكون 16 خطا عالي. اما الفورمولا اللي انا هلا صنعتها اللي هي اتش 1 بتفسر لي الشغلات هي، ونسبه دقتها يعني او الار سكوير هي 47. طبعا صراحه 47 يعني رقم منيح، بس هلا من صفر لواحد مين يعني بيقول هذا منيح هذا مو منيح؟ حسب. هلا بالاحياء بالشغلات الحيويه الكيمياء الطب وما شابهه صراحه 0.4 او 5 رقم يعني نوعا ما محترم. ليش؟ لانه الطب والجسم الانسان عموما او الشغلات الحيويه جدا جدا معقده، نحن ما فينا نتنبا فيها بسهوله من الرياضيات او من كذا. ليش؟ لانه نحن في كثير شغلات بنجهلها، يعني نحن ما عندنا كل المعطيات مشان نتنبا. لو كان على فكره نحن كبشر عندنا كل المعطيات، يعني نحن فعلا الخليه بنعرف كل شيء فيها وبنعرف كل كيميكال وين بيروح وكل ريسبتور وكل شغله بالدي ان اي، ولو بنعرف كل شيء كان من زمان عالجنا كل الامراض وكان تنبانا يعني بكل شيء. بس نحن ما بنقدر نعمل هذا الشيء لانه في كثير اشياء مجهوله، في كثير حلقات مفرغه او ما بنعرف شو وظيفتها الى اخره او شو علاقتهم ببعضهم. وان كان نحن هلا الجينوم مثلا بنعرف الجينوم قراناه وبنعرف كل حرف اي تي تي سي جي جي وبنعرف الجينز، بس ما بنعرف هي الجين بالضبط شو بتعمل او شو علاقتها هي بهذيك الى اخره. لذلك ما حنوصل لار سكوير كثير عاليه بالطب، يعني قليل او صعب. بينما مثلا بالهندسه على فكره اللينير ريجريشن فيك تطبقه بالهندسه وبالطيران وبالكذا، باللينير وبالشغلات الميكانيكيه اللي هي المفروض يعني قوانين فيزياء صارمه ومباشره صح ولا لا؟ فهون بسهوله فيك توصل ل 0.7 و 0.8 و 9 يعني. طيب اعتقد واضحه الصوره، نروح على اللي بعده. الانوفا هذا تيست بيقول لك انه الموديل او لا خلينا ننساها، لا انسوا الانوفا، نروح على الكوفيشنت مباشرة. طبعا انا صح بس بدي لكم على السريع انه كل شيء بيطلع من جاسب على فكره فيكم تساوي له كوبي وتحطه بمكان ثاني، يعني بتساوي كوبي هيك بتروح على وورد. حلو، هي المفروض كان احكيها بالداتا فيجواليزيشن سيشن بس يعني جل من لا يسوء. فبتساوي كنترول في بيست ولك شوف شلون نزلت هون مباشرة. ليش هذا مهم؟ لانه هدول الجداول ممكن تنزلهم يعني انت كتبت ريسيرش بدك تحطهم بالارتكل بتحطهم هيك، طب ممكن تغير شوي عليهم يعني تمسح ال وات ايفر، بيختصر وقت كثير كبير بالضبط بيختصر عليك وقت. خليك ايوه خليك معي كرم مشان يعني تانسني حس ما بعرف مع الشاشه. فشو كنا بنحكي؟ والفيجرز طبعا لما تطلع فيجرز فيك يعني تسوي له كوبي تحطهم هون مباشره، فايتس فيري يوزر فريندلي لذلك جاسب انا بحبه. يعني SPSS على فكرة أكبر شغلة زنخة فيه غير البايلوتينج وكذا، ويعني مشكلة كبيرة إنه بطيء بطيء وبيعلق ولبين ما تفتحه بده 30 ثانية، هي لحالة شغلة مزعجة. هسا هو لغة برمجة ولا لا مش زي الآر؟ شو؟ ما بنقدر SPSS؟ نعم لا 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 نفس جاسب هيك بس بشع شوي يعني انترفيس انترفيس شوي فيه زرار أكثر، يعني هون بالجاسب زرار قليلة والخيارات محطوطة تحت، اما الاس بي اس اس فيه كثير يعني كثير خياراته ما بنحتاجه يعني قليل صراحه، يعني عن جد جاسب وجموبي ممتازه.
اس بي اس اس الفرق بينه انه الاس بي اس اس من شركه من اي بي ام تدفع مصاري يمكن اللايسنس بالسنه يمكن 600 دولار ولا شغله هيك. ار طبعا مجاني. جاسب وجاموفي مجانيين. هدول اوبن اكسس، هدول اي حدا بيقدر يطورهم. فجاسب جاموفي اسف مثل جاسب، ولكن انا فيني انا لو انا بروجرامر فيني اصنع باكج او خيارات او شغلات معينه ونزلها والناس يقدروا يحملوها مثل الابس يعني على التليفون. زي نظام المودز خلينا نشوف. فمع الوقت طبعا هدول برامج جديده ولساتها ناشئه، ومع ذلك شوفت عندكم برنامج رائع جدا، لذلك انا صراحه بنصح كل حدا فيه. برامج ناشئه، فصح في شويه شغلات بي اس بي اس اس مو موجوده هون. رقم واحد مثل ما قلت لكم اشبه بالمستحيل انه احنا نحتاجها. اثنين بالمستقبل راح تجي، لانه يعني السوفت وير هذا ديفلوبينج رابيدلي. على كل حال نرجع للشرح، فخلينا نروح على مثل ما قلنا ال H1 هو النل هايبوثيسيس، هو الصفر، هو يعني انك يعني انه لو كان عندك موديل عشوائي طبعا يعني كل شيء فارغ، ومثل ما قلنا لانه هو عشوائي طبعا انت بدك تقارن الموديل تبعك بالعشوائي، هي هي الفكره مشان تعرف مين احسن، انه الاساس انك تفترض انه الموديل تبعك فاشل وما بيفسر شيء، الاساس انك تفترض هيك، فبتحط هذا الاول، فبتقارن بعدين الموديل الجديد تبعك اللي هو هذا اللي هلا اللي بدنا نحط فيه الطول، بتقارن هذا مع الموديل الاول الفاشل فمشان تعرف انه هل هو احسن ولا مو احسن منه. طبعا لذلك يعني وبيضلها تتميز الاشياء. فالبي فاليو تبع الموديل هذا الفاشل اللي هو ما فيه غير انترسبت، هي هي الفكره، الموديل هذا ما فيه معطيات، ما فيه متغير، فيه فقط انترسبت ثابت واحد هو 66. ليش 66؟ لانه هو اعتقد الوزن الافرج، ربما يكون الوزن الافرج. خلينا نروح الديسكربتيفز على السريع. ويت بالضبط 66.6 هي شو؟ هي المعدل وزن الناس، معدل وزن كل حدا بالستدي تبعنا ذكروا هنا 66 كيلو. فهلا البدايه بكون بس معطي الثابت اللي هو الافرج بالضبط. يعني هلا انت هلا يا كرم لو قلت لك رجال عمره 20 سنه كم تتوقع طوله؟ شو احسن؟ بدي اخذ افرج الطول وارمي بالضبط اللي هو احسن تخميني اللي هو شو 176. نعم. ومثل ما اذا بتتذكر شفتوا الفيديو تبع الانسرتينتي ان ميديسن تبع 13 دقيقه لما حكينا عن ستريب ثروت والكذا، شو احتمال انه هذا الانسان عنده ستريب ثروت؟ فانت ما بتاخذ الفحص انه تبعك كويس والنسبه تبعت 10% لانه في 90% ثانية. بالضبط. فهي الفكرة، أنت بتبلش من التخمين من الشغل الأفرج، بعدين بتحاول تغير بناء عليها. فيعني هي على فكرة هي مبدأ البيزيان ستاتستكس، هي هي يعني بنرجع للسؤال اللي أنت سألته. البيزيان ستاتستكس تأخذ بالحسبان البوستيريور probability الاحتمال الأول قبل ما نبدأ الإحصاء. بيعطيها هذا الإشي دقة أكبر صح؟ هو بيعطيك نعم دقة كبيرة وقوية، ولكن المشكلة أنت مو دائما عندك المعطيات السابقة. يعني أنا مثلا بعرف هيك الأفرج طول الناس 166 الهايت إشي سهل، بس يا أخي بركي أنت عم تعمل فحص على شغلة أصلا أنت ما بتعرف الشيء السابق، يعني شو المعطيات، ما عندك المعطيات أصلا يعني، أو عندك إياها بس بتخمين سيء. فلذلك في يعني هي من ناحية علم، أنا كنت بمزح بقول لك خوارج البيزيانز، لا هو علم، ولكن ليش الفريكوينتست بيتخانقوا معهم بيتهموهم بيقولوا انتم هلا هو كستاتستكس لازم يكون رابط الاحصاء تبعه بافرج او شيء سابق. هو شوف هو من ناحيه برينسيبل البيزيان ستاتستكس صحيحه، من ناحيه برينسيبل انك تبنيها على المعطيات بعدين يعني تاخذ المعطيات وتبني عليها، ولكن الفريكوينتست بيتهموا البيزيانز انه انتم يا جماعه كثير احيان او انتم في كثير من الريسيرش تبعكم او الميثودز تبعك المعطيات ليست حقيقيه او متاكدين منها، مثل قضيه الطول مثلا بتكونوا مجرد تخمين من اخصائي او انسان متخصص عم بيخمن افضل تخمين عنده شو هي الاحتماليه السابقه. يعني مثلا بدك تروح فبده ياثر على كل النسبه بالضبط. يعني انت مثلا بدك تعمل تي تيست لمستشفى الملك المؤسس لمرض معين، بتروح تسال الاخصائي بالله كم حاله زايده بتيجي عندكم بالطوارئ، بيقول لك والله كل يوم يعني من بين 10 بيجي عن بطن بيكون 2 أو 3 زايدة. هذا تقريب تخمين منه، هو ما قاعد يقيس على دفتر ويكتب لك كل يوم كم زايدة وكم وجع بطن كان، يعني من ذاكرته
بيقول لك اه والله 2 من 10 او 3 من 10 بيكونوا زايده من وجع البطن. بس هذا ممكن شو؟ ممكن تخمين خطا، او هو مثلا الفتره الاخيره ما اجته زاده كثير. كان في نوع من انواع البايس مثلا. بالضبط، فهي يعني الفكره بالبيزيان ستاتستكس لها ليميتيشنز هيك يعني. وطبعا في اخذ ورد بين الطرفين، انساك هلا، خلينا على الفريكوينت تيست. خلينا بال نرجع هلا الريجريشن مشان نبلش نطبقه، وهلا حتعرفوا قديش هي التكنيك رائعه. خليكم معنا حتشوفوا شلون هي. فالهايبوثيسس الاول خلينا نسوي له كوبي مره ثانيه، نروح على وورد احسن لانه مشان نسوي زوم. وبضدها تتميز الاشياء. طيب خلينا هيك احسن. طيب ونكبر الجدول مشان الكلمات تبين. حطه هيك هون. هلا كل شيء واضح. فهذا الموديل الاول، الموديل الاول هي شوفوا لما نقول موديل معناها فورمولا. هذا الموديل شو فحواه؟ الموديل هذا كانه عم بيقول لنا هيك، خلينا ناخذ انوتيت. كانه هذا الموديل عم بيقول شو؟ عم بيقول y اللي هي شو الوزن، y is weight بتساوي شو بس هيك. هي فورميلا شوفوا ما اسخفها، 66.5 كيلوغرام. يعني شو يعني؟ اي حدا بتسالني عنه وزنه 66 مباشره، ما بعرف مين هو مين، خلص اي حدا يسالني وزنه 66. متى شو بصير يعني؟ هي يعني ان شاء الله ما تصيروا هيك، بس يعني اذا دكتور مو مهتم كثير بالمرضى او خلص بده يمشي بيكون قاعد بالعياده، خلص بيجي اي حدا بيقول لك دكتور عندي كحه، قال لك اه مفلوز. هو صح، هو صح، الموست كمان يكون سبب الكحه انه مفلوز ولا بس يا اخي بركي كورونا، بركي عنده ربو، بركي عنده نمونيا، بركي عنده، فهي احتمالات اقل، بس هو خلص بده فبصير لك اه خلص 66 مباشره، اه انفلونزا نفس الفكره. فجواب سهل ولكن خطا صفر. هذا الثيوري الاولى، الهايبوثيسس الاول، الموديل الاول، هي فورمولا، فورمولا رقم واحد اللي هي الهايبوثيسس رقم صفر. فهلا بدنا نقارن الموديل تبعنا، هل الفورمولا اللي نحن هلا حنصنعها تعطينا تقريب احسن من 66 او احسن من الفورمولا هي؟ فبنستعمل هلا الفورمولا الثانيه اللي هي شو؟ لا هي مو حلوه. نروح على الثانيه، بنقول y اللي هي الوزن شو بتساوي؟ بتساوي 100 سالب 127، لانه هي شو؟ هذا الثابت. احنا مو قلنا ام اكس بلس بي، بي هي هي 100 سالب 127، تمام؟ ف 127 زائد الهايت، الهايت ضرب شو؟ لا الستاندرد ايرور ما لها دخل، الان ان ستاندرايزد ضرب 1.15 7. فهي هذا هو الثابت نزلناه لتحت، هذا هو المتغير حطيناه هون، وهذا الهايت ضربناه فيه، تمام؟ فشو معنى هذا الحكي كله؟ معنى الحكي هذا طبعا شو اليونت تبع الهايت؟ سنتيمتر. شو اليونت تبع الويت؟ كيلوغرامز. معناته انه كل سنتيمتر انت بتزيده راح يزيد لك 1.15 كيلوغرامز. طيب هذا 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 افضل تقريب عندنا نحن فينا نقربه. يعني هذا النظريه تبعنا او التقريب تبعنا، الفورمولا هيك عم تحكي. طبعا نحن قلنا انه هي فورمولا مو دقيقه 100% لانه الار سكوير وينه؟ الار سكوير مو واحد صح؟ بس يعني هذا افضل تقريب موجود بين ايدينا. حلو؟ فهلا السؤال، هل هي الفورمولا الطويله العريضه المتعبه، طبعا هي على فكره لطيفه جدا لا طويله ولا شيء، فهل هي احسن من التخمين العشوائي تبع 66 ولا لا؟ افضل اكيد. فهون عم بيقول لك ليكو الجاسب عم يعطيك هلا هدول انسون، هدول يعني ما بدنا نشرحهم صراحه ما لهم داعي،
يعني ممكن تدرسوا عنه لحالكم، بس يعني المبدأ تمام. المبدأ أنا بشرح المبادئ العامة. فهي اللي بيهمنا هون، واللي بيهمنا كمان هذا نسوه صراحة لأنه هو بالأخير هو نفسه يعني فكرته فكرة البي فاليو. فالبي فاليو هون صفر مثل ما قلنا، هذا الهاي النل هايبوثيسز البي فاليو. وهون شو هدول البي فاليوز تبع الانترسبت وتبع الهايت، يعني هل هذا الهايت احسن من التخمين. فالبي فاليو جدا واطي اللي هو شو سالب 127 الانترسبت، فالبي فاليو تبعه جدا واطي منيح. وكمان تبع الهايت الكوفيشنت تبعه، يعني هل هذا الكوفيشنت صحيح او عندنا دليل قوي انه هو مو بالصدفه. والبي فاليو شو 7.6 نفس الشيء قليل كثير، 7.6 ضرب 10 سالب 73، فجدا جدا يعني هي 0.00076 فممتاز. فهي هي هلا فكره اللي نرجع هلا خلينا نطبقه، خلينا نطبقه نروح. حورجيكم هلا، ركزوا معي كثير عصروا مخكم لانه هون يعني على فكره هي ما لها صعبه، بس ركزوا منيح لانه حتعجبكم كثير، حتنبسطوا حتمدحوني مدح ان شاء الله يعني. طيب نساوي كوبي هلا. شوفوا ناخذ ركزوها، هي احلى طريقه لشرح اللينير ريجريشن. نساوي كوبي لل 127 هي. طيب نروح على الاكسل، نروح على اي اكسل يا جماعه، على الداتا اللي جمعناها. طبعا هذا كله انا بنصحكم بعد ما نخلص الفيديو روحوا تسووا لحالكم، روحوا على الداتا اللي نظفناها اللي هلا كنا عم نسوي الاناليسيس بس على الاكسل. طيب خلينا نمسح الكلام اللي ما بدنا اياه لانه الكلام الزايد بيلخبط ومن غير شيء موضوع ما له سهل. ف ديليت وكمان ديليت، حلو، ونساوي سنترلايزيشن. اوكي هلا نرجع لهون، بدنا نطبق المعادلة عليها كله ونشوف كيف تتقارن مع القيم الحقيقية. بالضبط، انت هاي الشيء عملتها؟ لا بس يعني اخذت تخمين. حلو، هلا هي اسلوب احلى مشان كل حدا يفهم اللينير ريجريشن. طبعا مره ثانيه بكرر، اللينير ريجريشن فيه شغلات كثير معقده، فيه معلومات زايده، وفي له اسامبشنز، في له شروط لحتى تساوي. الشروط لو ما بتستوفيها بيكون الريسيرش تبعك ضعيف. مو شرط يكون خطا 100%، بس بيكون ضعيف يعني، ممكن تكون انت واثق خلينا نقول 95% من كلامك يطلع لا احتماله يكون 30% يعني هيك. فله شروط لازم تستوفيها، تقراوا عنها لحالكم لانه هذا الكلام طويل عريض. طيب فخلينا هل طبعا هذا الهايت وهذا الويت، الهايت الحقيقي والويت الحقيقي. خلينا نحن نكتب شو ويت بريدكتد، هذا الويت اللي نحن بدنا نتنبأ فيه. حلو، ونختار اللون او اخضر يلا. فهذا الويت بريدكتد بسم الله. فشو بدنا نعمل؟ نطلعه بنقول يساوي سالب 127، هذا شو الكونستنت زائد الثابت الهايت. شوفوا كيف زائد الهايت مضروب هايت، شو الهايت اللي هو A2 صح؟ A2 ضرب 1.15 7. ونسكر، انا ما بعرف صراحه اذا بتزبط ولا ما بتزبط، انا دائما بضيف اقواس لانه خلص صريح حالي من وجع الراس، لا نحفظ الترتيب بالشمال واليمين والضرب، خلص حط اقواس وريح حالك. فشوفوا شلون هلا هي الفورمولا صح، انا سويت كوبي بيست للفورمولا مع اضافه المتغير، فعادت هلا صورتها نفس صوره y equals mx plus b. هلا صارت شو m هي 1.15، x هي الهايت اللي هي A2 الخانه هي، وb اللي هي الافرج، وb اللي هي مو الافرج الانترسبت اللي هي سالب 107 سالب خربط بالضبط. يلا نكمل، فخلص نضغط، اعطاني 82.58، فكثير قريبه على ال 81 صح ولا لا؟
مش فرق ايش كيلو ونص من طيب خلينا هلا نعممها على كل باقي الداتا. دبل كليك بالزاويه تحت طلعوا شلون ما احلاها. 81 82 53 57 52 61 55 58 56 62 77 76 69 60 44 53 65 54 58 وهكذا. فكثير الارقام قريبه على بعض صح ولا لا؟ هلا اذا بتلاحظوا نرجع للسكاتر بلوت. السكاتر بلوت على فكره من اهم الشغلات انك تستعملها. اياك تنسى تساوي سكاتر بلوت لما تساوي ريجريشن. لما تساوي ريجريشن ساوي سكاتر بلوت. فبنروح على البلوت بارشل. لا مو هون. طبعا هدول الشغلات كمان كثير مهمه يعني تسلموا عنه لحالكم انه اللينير ريجريشن طبعا ما له سهل. بس خلينا نشوف وين كانت. خلص نساويها من الكورليشن مره ثانيه. بنروح على الكورليشن نحط الهايت والويت مشان نطلع الكورليشن مره ثانيه نورجيكم اياه هون والسكاتر بلوت. طيب فهي هي الكورليشن بيناتهم. لاحظوا ليش هيك صغيره. اللي اقرب على الخط نفسه راح اكون توقعاتهم احسن. احسنت احسنت ممتاز بالضبط. فهلا الناس يلي هون بالوسط قراب على الخط توقعاته منيحه، بس الناس يلي شاذين شويتين يلي هن كثير وزنهم خلينا نقول عالي او كثير يعني هون شوفوا شلون هدول اللي هون توقعاته ما حتكون منيحه، خصوصا يلي شو؟ يلي هيك لا هذا الويت صح؟ يلي وزنه 140 وكذا توقعاته مو كثير حتكون يعني دقيقه. يعني هو مثلا اذا هون وزنه 140 كم الفورمولا اللي حتتنبأ بوزنه؟ حتتنبأ انه حيكون وزنه شو اقل عارفة. اقل حوالي يعني هيك 130 تقريبا. لا خلينا نعكسهم لانه اول شيء خلينا نفتح على الديسكربتيفز لانه انا هي مو عاجبني منه سكاتر بلوت صغيره. لينير لاين هيك منيح. طيب فالهايت بالضبط الاكس خلينا نحط دائما الاكس اكسس يعني انت مشان تعرف تفكر صح. هي حتجلطني اللي بتضل تفتح. اذا الهايت كان مثلا خلينا نقول لهذا الشخص خلينا ناخذ مثال حي 182 طوله. طيب 182 نعم يعني هون يعني هو هلا هذا الشخص كم وزنه؟ طبعا في كثير ناس ما بنعرف مين هو بس نفترض واحد هون 55. طيب ممكن يكون مثلا وزنه خمسينات بس الفورميولا كل حدا وزنه 180 راح يعطيني انه وزنه شو؟ توقعته 82 بالضبط حيعطيني توقع تقريبا 80 82. لذلك شوف كيف كل حدا حيعطينا نفس النتيجة. وهكذا فحيظلم الفورمولا هي حتظلم الناس اللي بالاكستريم يعني هدول الناس اللي هون الاوتلايرز هدول خلينا نقول او الاكستريم مو اوتلايرز اكستريم فاليوز. طيب كثير هدول غالبا هدول اللي هون بعاد على الخط اللي بالوسط احسن. فبس استل هي فورمولا ممتازه. طب هلا بدنا نقارنها مع التخمين اللي هو تبع 66 ونص اللي هو كل حدا الافرج. فخلينا خلينا نحسب هلا كيف بدنا نقيس الدقه. نحسب الفرق بين هذا وهذا. الفرق بينه هو الخطا صح؟ نعم. فخلينا نقول شو الايرور اللي هو المين سكوير. لا لا ما نقعد نعقدكم هلا بالسكوير ما سكوير. ام اي اي مين ابسولوت ايرور. المين ابسولوت ايرور هو لا هيك حتتعقدوا. شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل مو مشكله خلاص خلينا ايرور بس خلينا نكتب ايرور ما نقعد لانه في عندك عده انواع مين سكوير ايرور وابسولوت ايرور
يعني ما مش ضروري انه نعرف الفرق بينهم هسه قدام. لا هو 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 واحد منهم يعني الايرور نفسه الابسولوت هو نفس. احنا ليش بنعمل سكوير؟ مشان السالب تروح، لان السالب لما تضرب بنفسه بصير واحد، بتصير موجب. اكيد اكيد. بس هلا افهموا انتم المين ابسولوت ايرور وكذا، بتقراوا عنه لما تقراوا لحالكم، لما تتعلموا مين ريجريشن من اي كورس او من اليوتيوب وكذا، حتعرفوا كيف بينقاس تنقاس دقته بالضبط. ما حقعد اشرحه هون، حرام يعني حنطول. بس الايرور خلينا نحسبها ببساطه هلا، انه بتساوي بي 2 سالب سي 2 اللي هي المربع الاصلي ناقص المربع اللي تنبأنا فيه. فالفرق بيناتهم شو؟ 1.5 اللي هي بين هي وهي، وهكذا. خلينا نعممها هلا. طيب هلا خلينا نشوف كم الخطأ العام او كم السم اوف ايرورز. 19.9 اللي هي خلينا نقول 20. طيب اللي هي الميثود تبع اللينير ريجريشن موديل الار 20 الخطأ العام. هلا خلينا نحسب شو الخطأ تبع التخمين العشوائي اللي هو 66.5. لو كل حدا تنبأنا انه 66.5 تمام، اللي هو شو هي كم بيطلع افريج؟ اكتب اي في جي جس، نسويها بالاخضر لانه هي كمان خضراء. وهلا نحسب الايرور للافريج. شو بنقول؟ بنقول تساوي سي 2 ناقص اي 2 اللي هي الخانه هي. حنطرح 66 من 82 صح؟ طلع هلا شوفوا، فهون الفرق، هون الخطا كيلوغرام ونص، هون الخطا 16، هون الخطا 4 كيلوغرام. بغض النظر سواء اخطانا بالسالب او بالموجب، يعني هو اخطانا هو وهو كان اعلى، هو فكره المتجه انه احنا بالضبط. فالخطا يعني بالاتجاهين خطا. هون الفرق 9، هون 9، هون يعني هاي المره كانت احسن. هون الخطا 3 كيلوغرام، هون 8. هلا بدنا نحسب المعدل، ما بيهمنا كل كيس، فنحسب الافريج. شوفوا شلون الخطا هون شو السم سالب 8. هلا لا هي هيك ما حتزبط. لكم ليش؟ خليني اشرحها، معناته ما في، ما بصير صراحه فشي عنا. انا كان بدي احسب الايرور من دون ما نحسب السكوير، بس هيك غلط. هلا الموجب والسالب احيانا حيلغوا بعضهم صح، فحيعطيك رقم غلط. اذا في خطا موجب وخطا سالب ممكن يلغوا بعض، يطلع معك صفر. تفكر انه الخطا صفر، انت خطاك مو صفر، انت مره اخطات ب 10 كيلو زياده ومره اخطات ب 10 كيلو سالب، فخطاك المفروض يكون 20 كيلو مو صفر. طيب كيف بتفاداها؟ اشيل الاشاره؟ انا صراحه كان بدي اسحب عليها، قلت لحالي بتتعلموا لحالكم، بس لا طلع ما فينا يعني نفشي عنا، فحنا شرحها على السريع. شكلنا يعني باقي 6 دقائق ان شاء الله بنلحق. ببساطه بتساوي سكوير، او بتساوي سكوير يعني الموضوع بسيط جدا، او بتضرب بسالب واحد. يعني لا ما بصير نضرب سالب واحد، بدنا نساوي ابسولوت. طيب بصير لو بس عشان اعرفه الغي الاشارات ولا لا اظل هو ما فيك تلغيها مانوالي، ما فيك. لحظه اي بي اس فيش اشي لك، هي بتعطيك اي بي اس. حلو، هي في فانكشن لك، يلا الحمد لله تعلمناها على السريع، تساوي اي بي اس. هي فانكشن باكسل، تتذكروا مو بالرياضيات بتحط هيك خطين، القيمة المطلقة. نعم بالضبط، هون بيعطيك القيمة المطلقة كمان. فهون بدنا نكتب اي بي اس تبع سي تبع بي، شو قلنا بي 2 اللي هي الاصلي ناقص اللي تنبأنا فيه بالفورمولا تبعنا ناقص سي 2. ان شاء الله كلكم يا جماعه متابعين معنا، اذا في حدا مو فهمان يسال ان شاء الله متابعين. تمام، فهون شو قلنا؟ هلا لك، وهلا خلينا نعممها على الجميع. وهلا نساوي نفس الشيء لهون، فبنقول ابسولوت شو بنقول مره ثانيه؟ المربع الاصلي اللي هو سي 2 ناقص التنبؤ العشوائي بالافريج اللي هو 66 ناقص اي 2. طيب فهون اخطأنا بواحد، هون اخطأنا ب 16 وهكذا، هون اخطأنا ب 4 كيلو، هون ب 9 وهكذا. هلا احسبوا، هلا اعتقد الصورة صارت واضحة. فهلا شوفوا الافرج هون كم؟ قلنا هون السم هذا بنسميه المين ابسولوت ايرور، ام اي اي مين ابسولوت ايرور. فالمين ابسولوت ايرور هون شو؟ السم تبعه، السم تبع كل الايرورز هدول
شو ليكو الافرج، نحن بدنا نحسب الافرج، فبنجمع كل الارقام الخطا هاي وقسمناها على عددهم. ليكو الاكسل بيعطيك اياها تحت، شايفينها 8.6 8.69 تمام. هي يعني على ار في لك كوماند حلوه كثير بس ما لها داعي. فهون الرقم واحد، خلينا نقول خطا رقم واحد او اللينير ريجريشن بيعطيك 8.69 تمام. طيب بصراحه بحب المضافة. طيب هلا نروح على الثاني، شو الخطا؟ المين مين الابسولوت مين الابسولوت ايرور اللي هو الابسولوت ايرور والافرج تبع التوتال 9.22. هي الجس الافرج جس اي في جي جس 9.22. اذا شو الفرق؟ الفرق انه انت في عندك فرق كم كيلو اون افرج انت يعني حوالي اي 3 سلم اي 4 شو فرق نص كيلو نص كيلو والله هذا المين ابسولوت ايرور. فالفكره انه الجس تبعنا احسن بكثير، صح فرقت نص كيلو بالاخير بس صراحه يعني في دقه منيحه. ان شاء الله ما نكون غلطنا بالفورمولا اي ماينس سي 2 ماينس. طيب دكتور جربها على طريقتك الاساسيه اللي هو السكوير. اذا انك السكوير لا بالاخير السكوير نفسه بس انك تضربه بنفسه، فبالاخير نفس الشيء يعني الفرق حيضل ايجابي يعني الاثنين ما حيعطوك ريزلت مختلف. تمام. لا انا بس قصدي على اساس اذا انك خايف انه عملت خطا او شيء. طيب السلام عليكم، بس هي تعديل بسيط على الفيديو لاني انا بعد ما خلصت الفيديو انا عم ساوي له الاديتنج وهيك لقيت في غلط يعني بسيط، غلط بترتيب السيلز الخلايا هدول مشان نحسب الحسبه. فخلينا لما نعمل لانه انا لما طرحت خليه غلط. هلا رح تشوفوا شلون. 127 هي هي الكونستنت نحطها هون، فهي الويت الهايت الاصلي طبعا وهي الويت الاصلي وهي البريدكتد يوزنج اللينير ريجريشن موديل تبعنا اللي هلا صنعنا. فبنقول يساوي سالب 127 اللي هي هي، نقول سالب يساوي سالب 127 زائد الهايت اللي هو A2 ضرب كم 1.15 7 ونسكر قوس. طيب فهي هي ساويناها وما في اي مشكلة. طيب والافرج بريدكتد اللي هو الراندوم جس بس نختار الافرج بنقول شو 66.5 نحطها مثل ما هي هون. فخلص هذا الكونستنت اللي استعملناه وهذا الكوفيشنت تبع اللي بنضربه بالطول. طيب فضربنا الكوفيشنت اللي هو 1.157 ضرب 182 هون وهكذا. فهلا كمان ننزل هذا الرقم للباقيين. فهلا طلعنا هون البريدكتد وهون البريدكتد يوزنج افريج. هلا بدنا نقارن المين ابسولوت ايرور بين الاثنين، الفرق الافريج بين الاثنين. فبنقول هذا الابسولوت ايرور تبع اللينير ريجريشن موديل، يعني بدنا نحسب الخطا المنهجي هون. طيب سواء موجب او سالب، لذلك حنقول يساوي ابسولوت اي بي اس. هاي مثل الماث اللي هي بتعطيك شو الخطين هذول الابسولوت ايرور، فبتساوي ابسولوت بي 2 اللي هي الويت الاصلي. هون نحن غلطنا لما اشتغلناها على زوم. بي 2 ناقص سي 2 تمام. بس ف 81 ناقص 82.5 كم تعطيك؟ سالب 1.5. بس طبعا لانه اخذنا الابسولوت بشيل السالب فبيصير دائما رقم موجب وهكذا. طبعا لما نعمل للرقم هذا 53 ناقص 57 راح تكون شو سالب 4.1 بس السالب راحت فصارت 4.1 وهكذا. فخلينا نعمم هذا الشيء ذا كل الارقام اللي تحت. هلا الافرج نحن يعني وحده من هذول غلطنا فيهم بالريكورد لذلك هلا عم صحح الغلط هذا. فحنقول يساوي مره ثانيه بي 2 نحن اعتقد بالتسجيل غلطنا بواحد من هذول اما هون او هون طرحنا من البريدكتد مو من الاصلي. بنقول بي 2 ناقص شو ام اي اللي هو هذا تبع الافرج ناقص 66.5
تمام وهكذا خلينا نعمم لتحت بس اه بدنا ناخذ الابسولوت اول شيء بدنا ناخذ الابسولوت فبنقول بتساوي اي بي اس بي 2 ناقص دي 2 طيب وهلا نعممها لتحت مشان تروح السوالب فهلا هيك تمام هلا شوفوا ناخذ الافرج لهدول كلياتهم الافرج ايرور هون شو 8.7 اوكي ف 8.7 المين ابسولوت ايرور الاول اللي هو هاد والافرج مين ابسولوت ايرور هون كم بيساوي خلينا نقيسه ليكو اللي هو شو بننزل الخانة لتحت وبنشوف الافرج هون 12.7 12.7 طيب الفرق بيناتهم كم؟ بنقول يساوي اتش 3 ناقص اتش 4 4 شو؟ الفرق هو 4 يعني ها هون في خطأ ب 4 كيلوغرامات أكثر من هون فهون نحن عم نغلط اون افريج ب 8.7 كيلو سواء موجب أو سالب بينما هون بنغلط ب 12.7 كيلو فهذا المين ابسولوت ايرور كان 4 كيلو وليس نص كيلو مثل ما حسبنا هون بالزوم اوكي هي تصحيح بس لانه غلطنا ب بوحده من الارقام يعني طرحنا من عمود غلط نكمل فهي هي فكره اللينير ريجريشن فنرجع للسلايدات فهي هي لما سويناها على جاسب فكرتها العامه هلا شوفوا مثلا قلنا في تجاوزات انا تجاوزتها وانا عم بشرح لما تتعلموا ان شاء الله اكثر عن لينير ريجريشن بتعرفوا ما بصير على فكره نحن لما نساوي لينير ريجريشن نساوي نجيب الموديل او الفورمولا من الداتا هي لما حللناها طلعت معنا الكوفيشنت هي ما بصير نطبق الفورمولا على نفس الداتا اللي اخذنا منها الفورمولا لازم نطبقها على داتا مستقبليه ولا بتكون عم تغش نفسها عشان افحص صحه الجمع بدك تسوي لها فاليديشن او على فكره هي مو لازم تجمع داتا مرتين انت وعندك 500 اقسمها مثلا السمن يعني 70% يعني اول شيء استعمل مثلا وبعدين خذ نسبه جرب عليها ايوه وبعدين باخذ مثلا 100-200 طالب اطبق عليهم الفورمولا هيك هي بيسووها هي بيسموها تست سبلت 70% 30% غالبا هيك او 60-40 او 80-20% فبتتدرب بتجيب الموديل تبعك من 80 وبتطبق على 20 او الكروس فاليديشن كمان بيسموها ففي حدا عنده اسئله هلا غريب كيف ما سكر علينا صاروا 40 دقيقه لسه انا 1 مينت ف هي خلينا يعني باقي يمكن دقيقه واحده بس بنخلص بدي اشرحها مشان ما يسكر علينا يلا نرجع للريكورد اخر مره تمام طيب نرجع للسلايد فكنا عم نحكي اللينير ريجريشن خلصنا شرح الاساسيات يعني البيسكس تبعه طبعا في تفاصيل ان شاء الله بتتعلموها لحالكم لما تيجوا تطبقوه الشغله كمان مهمه بدي احكيها على السريع انه طبعا مثل ما قلنا البي فاليو اذا ما كان سيجنيفيكانت اذا البي فاليو هذا ما كان سيجنيفيكانت معناته الفاريبلز هدول ليسوا حقيقيين او دقيقين للتنبؤ بالشيء اللي بدك تتنبأ فيه يعني لو الانترسبت مثلا كان البي فاليو منيح تبعه سيجنيفيكانت بس الهايت مثلا كان 0.2 ولا 0.3 معناته شو معناته انه الهايت ليس يعني ليس قويا للتنبؤ بالوزن حلو هاي الفكره العامه الهايت نفسه كعامل بالمعطيات هي اللي عم نستعملها على الاقل تمام هي واحد اثنين الانوفا نرجع له لانه قلنا حنفش عنه بعدين رجعنا له ليكنا الانوفا عموما بيحلل لك الموديل تبعك كلياته يعني نحن هلا هون البي فاليو هذا بيحلل كل معطى من معطيات الفورمولا الام والبي اللي هي الثابت والمتغير البي فاليو بيحلل لك الفورمولا كلياتها اذا هي منيحه ولا مو منيحه احسن من الافرج احسن من الراندوم جس فهون بيقول لك از ات بيتر ذان راندوم جس ولا لا فطبعا هون سيجنيفيكانت كثير 7.6
ضرب 10 to the power minus 73. فهي الشغلات. طبعا باللينير ريجريشن يعني لما انت تعمل اذا عملت ريسيرش عن اللينير ريجريشن هي جداول مهمه تحط اغلبها يعني بالريسيرش تبعك وتحكي عنها بالتفصيل. انا ما فيكم تتصوروا يلا speaking of which ما بعرف هيك صراحه كنت يمكن ناوي اجيبها بالريسيرش الجاي او بالسيشن الجاي بس هحكيها هلا. You cannot imagine قديش ممكن تشوف ريسيرش سيء يا كرم. يعني شوفوا انا عندي فولدر خلينا نروح على بلال الدروبي ميمز اند فاني ستاف. طبعا عندي انا عندي شوي شفت انه بشكل عام من الكورس تبع اللي هو يور فيسبوك فريندز رانك انه في نوع من المجلات اللي بنتشر فيها الاشاعات بس هو برضه يس هلا حنحكي عنه ان شاء الله السيشن الجايه السيشن الجايه حتكون خفيفه لطيفه مهمه جدا للاخطاء الشائعه ويعني للشغلات اذا بدك تنشر شو خطوات النشر فحنحكي عنها بالتفصيل المره الجايه. فانا عندي هون حاطط لي الارتكلز اللي قريته. انا عندي فولدر خصوصي عن الإيفيدنس بيست ميديسن بريديتوري جورنالز اند فيك ارتكلز. شوفوا هي الارتكل هي بتست يعني خلينا نفتحها. عنوانها انفلوينس اوف اي بي او بلاد جروبس اون سبورت بيرفورمانس ان اكزامبل اوف ماشي ف بريك ثرو. كيف انا بتذكر كنت افتحها اوبن وذ ادوبي. اوكي ايوه فتحت. طبعا هي كمان لانه فيك ما بتفتح منيح. المهم ما حاشرح الارتكل بس الفكره انه هون هلا شوفوا ليش مهم تفهم ستاتستيك حتى لو انت ما بدك تساوي الستاتستيكال اناليسيس تبعك which I highly discourage. يعني انت يعني خير ما رزق الانسان يعني ما كان من عمل يده. فحلو انك ريسيرش خاص تشتغل كل شيء ليش تعتمد على غيرك كون عصامي. فتعلم الستاتستكس مو بس مشان تكتب انت ريسيرش مشان تفهم ريسيرش غيرك لانه غيرك ممكن يضحك عليك بسهوله ويسلبها عليك اذا انت مو فاهمان شو عم تشوف. والله بتفتح ريسيرش بتشوف والله فيجرز حلوه يا الله عاملين لينير ريجريشن. واذا بتلاقي الكونكلوجن يعني مصيبه. المهم هذول عاملين لينير ريجريشن حاطين بعض الجداول حلو وعاملين لينير ريجريشن. الخلاصه شو بدهم يساووا باختصار؟ بدهم يتنبؤوا بالاندورنس تبعك بالسباق من البلاد تايب. يعني هل اذا انت بلاد تايب او حتركض اكثر من واحد عنده اي وبي؟ هي الفكره. طبعا ممكن تضحك تقول لي شو علاقه هذا بهذا؟ هو صح الاساس انه نضحك بس بالاخير يعني العلم يتبع المعلوم. يعني ممكن نعمل ريسيرش وفعلا يطلع صح ونكتشف نظريه جديده بالاي بي او بلاد جروبس. خلينا نعطيهم فرصه. المهم ما هقعد هلا انتقد الارتكل بس عاملين لينير ريجريشن فيه كثير سلبيات. رقم واحد السامبل سايز كان صغير يمكن كان ما بعرف 40 انا شايف فيش عدد عينات 52 هي رقم واحد. منيح تذكرت ال برضه بعيد عن اللاين نفسه. مثال حي خلينا نراجع بس واحده من اهم الاسامبشنز تبع اللينير ريجريشن. طبعا ما حاذكرهم كلهم كثار وصعبين وما حتفهمون هلا مره واحده بس من اهم الاسامبشنز احفظوها هيك يعني خلص هي قانون رول اوف ثمب. لينير ريجريشن يو ماست هاف مور ذان 10 اور ات ليست 10 10 كيسز بير فاريبل. يعني انا بدي اتنبأ بالوزن من الطول كم فاريبل عندي بالفورمولا تبعي كم متغير؟ اثنين واحد اثنين اثنين كاتيجوري واحد المتغير اللي هو الواي هو ما بينحسب احنا شو متغير نعم نعم واحد الطول هذا واحد لازم 10 كيسات على الاقل بس هذا طبعا هي بالبدايه انت لسه لازم تجمع على الاقل 20 لانه مشان يصير عندك نورمال ديستريبيوشن يعني نبلش من 20 وانت طالع يعني هي رقم واحد فكتير بوردر لاين هي حتجيب لنا نقطه جديده يلي هي اللي بدنا نحكيها هون بالضبط استبقنا نحن احداث. Can we use many variables بالlinear regression؟ يعني نحن تنبأنا بالوزن من الطول بس فينا ندخل عوامل تانية نصير نحط الطول والوزن وشغلات مفروض بتصير ادق الدراسة او مثلا الطول والجندر وعرض الخصر مثلا او عرض الحزام ومثلا سماكة القرصة من هون اللي هي السكين فولد تيست مثلا للدهون
واو واو نقرب اكثر على نسبه ادق وبنضيف مثلا اذا انت بتشرب دايت كوك ولا لا. نرجع لموضوع الدايت كوك، ما هي كيف عرفوا هون نقطه جدا مهمه. يلا سبحان الله الافكار عم تيجي بدون ما انه انا حاولت لحالي ما حاشرح هاي الشغلات، بس يلا كيف اصلا انت بتقرا ريسيرش وانت بتقرا بيقول لك this is a confounding variable. كيف عرفوا انه هذا confounder؟ linear regression هو اللي بيقول لك. linear regression بيقول لك انه لما مثلا لما حكينا عن الطول مع طول الشعر قلنا انه confounding variable هو الجندر. بين معانا مباشرة بس فصلنا. يعني إذا هلأ عملنا linear regression formula راح تطلع لك، راح تعطيك formula وانتوا على فكرة هذا الهومورك تبعكم، انك تتنبأ بالطول من طول الشعر راح تعطيك فورمولا، بس هي فورمولا كاذبه لانه كونفاوندر هو الجندر. فلو بتحط الجندر راح انتبهوا، ها ركزوا، اذا دخلت الجندر او لا قبل ما ندخل الجندر، اذا حطيت طول الشعر مع الطول راح يكون البي فاليو تبع طول الشعر سيجنيفيكانت، بس دخل الجندر بالفورمولا راح تصير البي فاليو تبع الشعر نوت سيجنيفيكانت غالبا، وراح تصير الجندر هو السيجنيفيكانت وبس، وهديك بدها تطلع برا الفورمولا. لما تصير نون سيجنيفيكانت كان لازم نطردها برا الفورمولا. فهمتوا الفكره؟ نعم. فدائما بالريسيرش لما يقول لك هذا كونفاوندر، واحده من الاساليب اللي بيستعملوها هو الريجريشن عموما، سواء لينير او غيره. يعني في شغلات، في مصايب ثانيه كمان غير اللينير ريجريشن، في لينير ريجريشن، بويسون ريجريشن، شو بدك كمان، واللوجيستيك. المهم فببساطه طبعا بتقول لي يا اخي كيف، يعني هي y x y equals mx plus b، كيف بدي ادخل عليه اكثر من شيء؟ ببساطه بتصير شو y equals m1 علاقه x1 زائد m2 x2. حياة على فكره سهله جدا. زائد m3 x3 وهكذا الى ما لا نهايه. نقط يعني ما بتطلع لانها تكون معادله. تمام زائد بالاخير بنحط بالاخير ختامها مسك، بنحط زائد بي. فقد ما بدك تحط ام 1 اكس 2، يعني كل متغير بتضيف مثلا طول الشعر والمتغير تبعه والجندر والمتغير تبعه. فالفكره انه لما نحط الاثنين مع بعض الريجريشن راح يعرف انه لما دخلنا هي بطل طول الشعر له علاقه. اعتقد هيك، يعني انا شبه متاكد انه هيك حيصير. فانا ببلش افصل من له علاقه، وعلى الاقل على الاقل يعني اذا طبعا مو شرط هذا يلتغى، ممكن يلتغى تماما وتصير قيمته صفر ويطلع برا الفورمولا ويقول لك خلاص هذا ما بينفع انك تتنبا فيه، بكفي الجندر لحاله. او ببساطه ممكن شو، ممكن وهذا كثير بيصير، بيضلوا الاثنين سيجنيفيكانت بس اهميه واحد بتنزل وبتزيد اهميه الثاني. فهمتوا شلون؟ يعني احيانا بيكونوا الاثنين مهمين، بس لما يعني مثلا اللونج كانسر فيك تتنبا فيه من كثير شغلات، منا الايج مثلا، ما هو الصغار شيء مستحيل يصير عنده اللنج كانسر او صعب، يعني الايج والسموكينج والاوبيسيتي اي ثينك والتوباكو والاسبستوس اكسبوجر، كثير شغلات. بس لما تحط باللينير مثلا، حط شو بيسموه، حط الكحول يمكن حتلاقي ريليشن شيب، بس حط السموكينج يمكن اهميه الالكحول ما تفرق معك مثلا، فتقل لانه غالبا اللي بيكونوا شو اسمه بيشربوا بيكون مثلا بيدخن بنفس الوقت او بيدخن كثير هيك. فالريجريشن بيتنبه للعلاقه هاي وبيصحح لك، فبيكون مثلا هون الكوفيشنت 0.2 او مثلا 0.5 وهون 0.5، بس بعد ما تدخل هذا، يعني اذا دخلت كل واحد لحاله بيعطيك هيك مثلا، بس اذا دخلت الاثنين مع بعض لا، حتصير هون 0.2 وهون مثلا 0.7 مثلا وهكذا. اللي هو زي مثل الكحول من ناخذها لحالها، لما نربطها بالسموكينج بنلاقي انه لا، السموكينج هو اللي هي قضيه البي ام اي. ولما قلت لك عن شو اسمه هذا الشرب الدايت كوك، هيك هنا بيعرفوها انه الناس اللي سالوا صح، اللي كانوا يجاوبوا انه انا باخذ دايت كوك كان البي ام اي تبعهم كثير عالي وكان اسمان، بس لما حطينا شو اسمه اسف كان البي ام اي تبعهم عالي صحيح، او لا هي كان في شغله ثانيه كمان عن الدايابيتس وما دايابيتس، كان احتمال يصيبهم، ايوه هيك كان الريسيرش لانه انا اختصرت القصه، كان احتمال يصيبهم دايابيتس مثلا اعلى، بس لما صححنا
هو شو انت احنا نحن فكرنا انه بيصير لهم دايابيتس لانه بيشربوا دايت كوك، بس لا لما صار لما دخلنا البي ام اي عرفنا انه لا احنا بيصير لهم دايابيتس لانه البي ام اي عالي. فهذا كله الريجريشن هو اللي بيحل لك المشاكل هاي، لذلك هو واحده من اروع الاشياء بالستاتستكس. فهي هي وساوينا البراكتس ان جاسب. شو كمان في؟ فكنا عم نحكي عن الاسامبشنز. الاسامبشنز من اهمها انه يعني مثلا نرجع لقضيه العشره. فاذا مثلا عندك خمس فاريبلز باللينير ريجريشن يعني ام 1 و2 و3 و4 و5 بدك على الاقل 50 كيس مثلا، على الاقل 50 6 يعني هيك، هي على الاقل طبعا لما تزيد كان احسن، بس يعني هي هون بالريسيرش هذا مش ما توقع بالمره الريسيرش هذا لا هو هو عنده كانه كان اربع او ثلاث او اربع فاريبلز وجايب 52 كيس، يعني هي بوردر لاين يعني يعني على الحافه يعني هو سفشنت صراحه مشان ما نظلم الرجال. وانا على فكره نزلت على ريسيرش جيت وناقشت ناس ثانيين بالموضوع وسالتهم، يعني انا قلت لهم يا جماعه ما اقول في هيك ريسيرش تعبان لهالدرجه، وافتحوها روحوا على اذا بتحبوا روحوا على ريسيرش جيت على فكره موقع رائع جدا، يعني هي كلها راندوم ادفايس. روحوا على ريسيرش جيت دوت نت واعملوا اكونت حتى لو ما عندكم ريسيرش وخلص، ويعني مع الوقت ان شاء الله بصير عندكم وبتصيروا تنزلوا ريسيرشكم هيك. بس شوفوا ففي انا عندي كويستشن، اذا بتروحوا على ريسيرش جيت تبعي والكويستشن موجوده بالبروفايل روحوا على طبعا هون بالريسيرش جيت في ناس بصير يسالوا بينزلوا هيك مثل ريدت، واحد بينزل بصير ناس بيفوتوا عنده بيجاوبوا. فبتروح على وين كانت عليك بالكويستشنز، انا سالت سؤالين هاو كود ريسيرش بيبر بي ذس باد، سالته في 12 بني ادم جاوبني ونزلت العنوان ونزلت الانتقادات المعينه اذا بتحبوا تقروا عنها بالتفصيل، وردوا علي ناس، في ناس قالوا لي انتقدوني وفعلا بعض الاشياء وانه ما معي حق بالكذا، بس كمان انتقدوا شغلات ثانيه بالريسيرش يعني نسبه نسف. بس هو يعني لما يكون ريسيرش مفروض عن شيء بالقوه هاي مش يكون بوردر لاين بشتغل عليه بالضبط. وهو شوف هذا الشيء على فكره قضيه، يعني اذا بدكم تستبقوا الاحداث شوفوا اقروا ريسيرش هذا الكويستشن هي حبعت على زوم على الشات لكم هذا اللينك، او يعني فيكم تسوي جوجل يعني مو صعب تلاقي، فحتلاقوا اجوبه ناس شغله جديده ما تعلمتوها وانا وقتها حتى ما كنت بعرفها تعلمتها، وحنحكيها ان شاء الله بالسيشن الجايه كيف تعرف انه هذا الجورنال فيك او مو فيك او الارتكل فيك. المهم ففي كثير ناس جاوبوني شغلات وانتقدوا الارتكل بشغلات اخرى، منها انه الفكره انه تتعلم اللين ريجريشن ليش؟ لانه هو احنا مو قلنا بدك تنزل الجداول لما تعمل ريسيرش عن اللين ريجريشن، هنا منزلين جداول غلط. يعني منزلين جدول ما له علاقه بالدنيا، يعني خلينا نحكي هون شو قالوا. قالوا انه الار سكوير تبعهم تتذكروا ار سكوير نحن تبعنا كانت 0.47، هون عم بيقول لك الار سكوير تبعه 0.62 اللي هي 62%، لانه 0 فاصله يعني تضرب ب 100 بتعطيك النسبه، ف 62% عم بيقول لك يعني نسبه الفارينس الار سكوير اللي تتنبأ بالاندورنس تبع الرننج، انت بتفسر 62% من الاندورنس بالبلد تايب تبعك. مستحيل يعني شيء جدا عجيب غريب صراحه، يعني اصلا الاحتمال هذا ضئيل من ناحيه بيزيان وكذا، ولانه بيولوجيكلي من معرفتنا بالبلد جروبس المفروض ما له علاقه. المهم بس لما تيجي تطلع على الجداول يا اخي الكورليشنز ضعيفه، يعني شو الكوفيشنتس هذا بتقول لي الايج 0.28 وهذا ويكلي تريننج، التريننج فقط هذا الكوفيشنت تبعه، يعني معقول التريننج تبعه بس الكوفيشنت تبعه 0.00 ارقام فيها شيء غلط، في يعني تخبيص. فبالاخير فعلا يعني الارتكل فيه مشاكل ضخمه، ويعني كثير اشياء على فكره مكتوبه من عنوانها ان شاء الله المره الجايه بنحكي. بس شوف انت لما يكون عندك ارتكل فيه عدد كبير من المؤلفين لارتكلز صغيره، يعني عندك كم تقريبا 15 واحد مشتغلين على ارتكل جمعين عشان يدفعوا للببلشر، لا هي مو بس يدفعوا، هي كثير مشاكل بتكون احيانا هي مو تبعهم او خلاص واحد يشتغل وكله بيلحوش او بدهم ترقيه من المؤسسه تبعهم عشان ياخذ لقب جديد او راتب او يعني. فالفكره انه هذا الشغلات كلها بالريسيرش مهم تعرفها حتى لو ما بدك تسوي اناليسس، مهم تفهم اللينير ريجريشن خصوصا انه بيساعدك تصحح لل شو اسمه هذول كونفاوندينج. هلا الهوم وورك نمبر 1 تراي تو بريدكت هايت فروم هير لينكس، وبعدين جرب تدخل عليها الجندر. سايد نوت
الجندر شو هو؟ كاتيجوريكال فاريبل. تمام. هون في مشكله كبيره. كاتيجوريكال الاساس انه ما تقدر تدخله على الريجريشن. بس في خدعه انك تعامل الجندر ككونتينيوس فاريبل. هي خدعه. خدعه بتستحي فيها على السوفت وير عشان تزبط معك، وهي فعلا خدعه ذكيه. تدخله على اساس انه رقم. ايه هو بشو اسمه هذا؟ بي اس بي اس اس اذكر انه كان او اظني متاكد ما فيك تساويه مثل جاسب. جاسب ليكون احنا الميول فيما مكتوبين كلام صح؟ بالاس بي اس اس لازم تساويه صفر وواحد، يعني مثلا تقول الذكر صفر والانثى واحد وبعدين تفوتها على السوفت وير تضحك عليه. هي بيسموها سودو كودينج. سودو كودينج سودو كودينج يعني تعلموا عنا لحالكم. اما بجاسب بصراحه الشغله الطف واسهل. بجاسب ببساطه اللي بتساوي انك بدال ما تحطه، يعني هو لحاله بيفهمه السوفت وير، هن مبرمجينه انه يفهم، بس بدال ما خلينا يلا ما بعرف ساوي لكم اياها ولا ما اسويها، حرام نسوي. فالهايت نحطه هون والهير لينث هون. تمام اعملها دكتور. يلا عليك اعملها. صرنا فاتحين تسجيل جديد، فاتحين تسجيل جديد، وانا بكذب. انا يعني كل ما اقول اخر تسجيل وبلاقي حالي بحكي زياده. شو بدك يلا؟ بالعكس دكتور مش مشكله نستفيد. طلعوا هلا الهير لينث في الطول بنتنبأ فيه الهير لينث، وفعلا سيجنيفيكانت، يعني البي فاليو تبع الانوفا سيجنيفيكانت كثير، والبي فاليو تبع الفاريبلز ليكو يعني الانترسبت كثير واطي، والهير لينث بي فاليو كمان كثير واطي، والكوفيشنت لاحظ طبعا الكوفيشنت لما يكون سلبي يعني علاقه سلبيه، يعني كل ما زاد طول الشعر سنتيمتر واحد كل ما نقص من طولك 0.2 سنتيمتر. فلما يكون وحده طولها 100 طول شعره 100 شو اسمه سنتي، كم راح يكون 100 ضرب 0.2 يعني راح تنقص 2 سنتيمتر. المفروض هيك الفورمولا عم تتنبأ. طيب والار سكوير ملاحظين 0.23 بس. هلا تعال دخل لي عليها الجندر، شوفوا كيف. وين الجندر؟ هذا هلا هو ما بندخله هون مع الكوفاريتس، هذا فقط شوف اصلا ما بيسمح لي، هذا للكونتينوس فاريبلز لازم يكون مثل المصدره هون. فلا هو خلص بيدخل لك اياه بالفاكتورز، يعني هو حلو جاسب مبرمج انه يسهل عليك العمليه. ب اس بي اس اس كنا نساوي سودو كودينج، تروح على الاكسل تتذكروا الكودينج من قبل، نروح على الاكسل نساوي كنترول اف، الفيميل مثلا نحطه شو قلنا الميل نحطه مثلا صفر، الفيميل نحطه واحد نستبدلهم، لازم تحفظ عشان ما تلخبط تكتبون على ورقه انه الميل صفر وهيك، بعدين تنزلها على يعني شغله طويله. فهون الطف واحلى وكثير يعني كيوت هذا جاسب. فشوفوا شلون، نروح مره ثانيه هلا تطلعوا شلون بالضبط مثل ما قلت لكم، يعني والله ما جربت يعني قبل ما احكي معكم. فطل بس هي لانه الستاتستكس فيك تتنبأ فيها، فيك تفهمها. فالبي فاليو هلا قبل ما نطلع فوق نطلع على شو اسمه هذول الفاريبلز. ف الهير لينث البي فاليو بطل سيجنيفيكانت، صار 0.63، وشوف الكوفيشنت تبعه يعني صار 0.08 واصلا بطل سيجنيفيكانت، يعني حتى هذا 0.08 مو صحيح، والجندر صار سيجنيفيكانت. يعني لما انت هلا شوف هلا شو الفورمولا هي عم تساوي، الفورمولا هي عم تفترض انه الاساس في الناس ان يكونوا فيميلز. حلو؟ يعني هيك الفورمولا، انت افهم الكلام. الفورمولا هي عم تحكي لك انه الاساس في الناس ان يكونوا فيميلز. لما انت تكون فيميل ونفترض الانترسبت تبعك 168. يعني هيك هي حتفترض انه الانترسبت 168، فهي هي الاساس، هي ال 0.01. هلا لا اسف. الانترسبت هي 161. المهم انه فعم تفترض انه لما انت تصير ميل راح تزيد 14 سنتيمتر. فهمت شلون؟ يعني عم تفترض انه الاساس انه تكون فيميل. اذا صرت ميل راح يصير طولك يزيد 14.86 سنتيمتر بالهايت. والبي فاليو سيجنيفيكانت، فهمتوا شو المبدا تبعه؟
يعني كبداية فيميل يعني ونطبقها يعني نفس مبدأ السودو كودينج. هلا الأساس إنه عندك ميل فيميل حلو تمام، هدول ما بصير تدخلهم بالريجريشن كفورميولا، ما بصير يا اخي هذا كلام. فانت بتخدع السوفت وير او السوفت، طبعا هو لحاله مبرمج حاله يعني ما في داعي انت تساوي شيء، بس هذا عم بيصير كله ورا الشاشه. هو معتبر انه الفيميل صفر، مدخلها كانه عواميد صفر واحد صفر واحد، ميل فيميل ميل فيميل هيك لكل شخص، والميل معتبره واحد. فهو معتبر انه انت لما تفوق الفورميولا كل حدا الاساس انه يكون فيميل. فلما انت تكون فيميل شو معناتها؟ الرقم اللي بيطلع معك زيده 14 بكون للميل. هذا يعني المقصود منه انه خلينا نغير هذا اللون واحد. يعني هي الفورمولا شو معناتها؟ معنات الفورمولا هي انه لما نحن بنبلش بانترسبت 161 حلو؟ تمام. اذا انت 161 و فيميل، شو الفيميل بما انه صفر ما بتاخذ شيء، ما هي صفر يعني شو ما ضرب فيها صفر صح. فخلص حيكون شو طولك، حيطون طولك 161 صح. هاي هي والهير لينث انسى، لانه اصلا البي فاليو تبعه نون سيجنيفيكانت، وحتى لو ضربته ما راح يطلع، يعني حيكون تاثير جدا ضئيل 0.08 0.008 شو رح تسوي؟ ولا شيء. فالأساس هو السوفت وير كأنه هيك، يعني هذا الجدول شو معناه؟ لما تكون فيميل رح تكون صفر ورح تكون طولك 161 سنتيمتر. إذا كنت ميل رح يكون طولك رح يزيد على ال 61 ب 14 كيلوغرام، فرح تصير 161 زائد 14 رح تصير شو؟ 175. اللي هو الافرج اللي بنعرفه، لانه الافرج تقريبا شو؟ طبعا احنا تاركين الفواصل 176 راح بالضبط، راح تكون فاصله 4، يعني نفس تقريبا الافرج اللي طلع معنا لما حللنا الفرق بين الذكر والاناث. فهذا هو السوفت وير. فنحن لما دخلنا الميل والفيميل على الفورمولا بطل في اي قيمه للشعر، فهمتوا شلون؟ لطول الشعر، والسوفت وير تفطن لهذا، لذلك الكوفيشنت صار جدا 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 ضئيل، والبي فاليو اصلا نون سيجنيفيكانت. فطبعا لذلك انت فيك تفهم، هلا لو عندك فاريبل مثلا اكس واحد اللي هو الفاريبل رقم واحد، هو اكس اثنين واكس ثلاثه، يلي بيكون الكوفيشن تبعه اكبر هو الاهم، هو اللي له تاثير اكبر. تمام؟ اكيد نعم. فالكوفيشن هون يقارب الصفر لذلك لا اهميه له، وهون 14 يعني هذا الكوفيشن قوي. فهذه هي الفكره العامه من كل هذا الكلام الذي تكلمناه. ايوه دكتور، في شغله. نعم. لما دخلت الجندر عند اللينير ريجريشن دخلتها بخانه ثالثه، هلا انا مش طالعه عندي هاي الخانه، وين دخلتها؟ اي خانه؟ في عندك انترسبت وهير لينث وجندر. لا لما دخلت الجندر لما دخلت الجندر دكتور اتوقع يعني تحكي عن الفاكتورز اول شيء. اللي ورا؟ لا على الشاشه هي هون خانه الفاكتورز. ماشي الفاكتورز بس هي مش طالعه عندي، اللي فاتحه شغله الخانه هي في هون لينير ريجريشن. لا لينير ريجريشن بس طالع عندي المحل بدي احط الهاي والمثل وخطط الهيرلين، بس الخانه فاتحه جيموفي. لا شوف نفس البرنامج انت فاتحه ريجريشن لينير ريجريشن. بالضبط. مو طالع عندك هون فاكتورز؟ لا مو طالع عندي، لا بس الثانيين طالعين عندي، بس الفاكتورز هاي مش موجوده. خلينا نشوف شو عندك. شير سكرين. اوكي ثانيه واحده. الله بارت ستارت فيديو. لا شير سكرين يس. طب يلا غريب صراحه. انت طالع عندك يا كرم ويا وليد؟ انا طالع عندي قبل شوي شيء هيك طالع. اوبا والله غريب. اوكي
طب حاولي فوتي الجندر هون. الجندر ما عم تدخل. غريب صراحة. شو أي فيرجن من جاسب هاي؟ افتحي ساوي سيرش بالستارت. الويندوز لا هو الويندوز ما نزلت الفاريشن 5 نزلت 4 لأنه الويندوز عندي ويندوز 7. طيب شفتي شلون؟ فهي فيرجن مختلفة. ما هو ما بزبط ويندوز على الخامسة لأنه هذيك الويندوز 8 أو 10. طيب عندك يعني في عندك عدد خيارات. ممكن لأنه أنا ويندوز 10. الخيار الأسهل إنه والله في كثير خيارات كلهم سهلين. إما تستعملي جاموفي. جاموفي شوية الانترفيس تبعه مختلف. هلا صح بس نتأكد شوفي تحت إذا ما في خيارات إنك تضيفي شيء هون. شوفي المودلز ولا. انزلي مودل تيرمز. لا هذا ما له علاقة. كمان انزلي كمان ستاتستكس وشوفي افتحي كل هذول اللي تحت. لا هذول شكله فعلا الفيرجن هي القديمه ما فيها الاوبشن. اوكي عندك عدة خيارات. رقم واحد تستعملي جاموفي. جاموفي جدا شبيه فيه بس انا يعني وانا على فكره بستعمله اصلا بس مش لما اعلمكم انا اخترت هذا البرنامج عن جد بس لانه شكله حلو مشان تحببكم بالستاتستكس اخترت برنامج شكله حلو مع انه جاسب وجاموفي تقريبا نفس الشيء ويمكن حتى جاموفي شوي فيه بعض الايجابيات. فإما تستعملي جاموفي طبعا شوي حيكون فيه اماكن الازرار او خيارات شوي حتفرق بس بالاخير يعني من اليوتيوب تعلمي بتلاقي كل شيء هناك. هي واحد او تساوي سودو كودينج يعني بدك تعملي الطريقه اللي شرحناها هي الممله تروحي على الاكسل الفيميل تساويها صفر الميل تساويها واحد وبعدين يعني تخلي الخانه اسمها جندر بس تغيري هذا تساويهم كانوا ارقام وبعدين تنزليهم فالسوفت وير حينخدع راح يعتبره مسطره. اذا ما اعتبره مسطره بتوقع لانه ما تدخليه ما راح يعتبره مسطره راح يعتبره كاتيجوريكال راح يعتبره هيك يعني راح يضل دوائر. انت بتروحي على الهون بتضغطي على الدائره هي شايف انت ما شفتي شاشتي. اوكي خلاص صرني اسكر شاشتك ونفتح شاشتي مشان اشرح لك. اوكي شايفين صح؟ شايفين. فبدك تساوي سودو كودينج وبتروحي على الجندر هون شايفين الجندر شلون؟ فلما يكون صفر وواحد على الاغلب راح يضل هو معتبره كاتيجوريكال فبتضغطي على الدوائر هدول وبتختاري سكيل. طبعا هو هون ما حيرضى يساوي سكيل لانه في كلام جوا بس لما يكون صفر وواحد راح بتوقع راح يرضى. تمام؟ او تستعملي جاموفي او تشوف لك ويندوز جديد او يعني شغلات بسيطه. على كده حنرجع للهوم ورك. فتراي تو بريدكت هايت فروم هير لينث. ليرن مور ان لينير ريجريشن. يعني اللينير ريجريشن مهم جدا تفهموه بتفاصيله. واذا فهمتوا اللينير ريجريشن راح تفهموا اللوجيستيك ريجريشن بسهوله نوعا ما. اللوجيستيك ريجريشن لسه شغله اعظم من اللينير ريجريشن. الحمد لله اخيرا حنلحق بالوقت. هي المره بوعدكم ما راح نفتح تسجيل ثاني. واشكركم صراحه انكم جميعا حضرتوا وان شاء الله تستفيدوا. يعني ان شاء الله لو واحد بيحضر ما بيهمني العدد المهم الفائده. يعني مثل الحواريين. فشو كنا بنحكي؟ الله عن اللوجيستيك ريجريشن. اللينير ريجريشن قديش شغله رائعه واكيد انتم كثير انبسطتوا لما عملنا الاكسل شيت وشفنا المقارنه وهيك. اللوجيستيك ريجريشن لسه اعظم منه ولكن اصعب ولدرجه لاي درجه اصعب لدرجه انه انا قريت يعني في ثلاث كتب انا كنت عم بدرس من الستاتستكس يعني مو طبعا ما قريتها كلها بس وانا عم بدرس من هدول الثلاثه على مراحل مختلفه. هدول الثلاثه لا والله اثنين اسف مو ثلاثه سحبوا على اللوجيستيك ريجريشن قالوا ذيس از بيوند ذا سكوب اوف ذيس بوك. على فكره هو صراحه كانوا ظالمين ليس بهذه الصعوبه بس هو صعب ديفينتلي اصعب من اللينير ريجريشن بس ديفينتلي يعني فيك تتعلمه مو انه شغله مستحيله ابدا. ففكره اللوجيستيك ريجريشن هلا اللينير ريجريشن يتنبا بشغله كونتينوس يتنبا بارقام اللوجيستيك ريجريشن يتنبا بكاتيجوريكال فاريبل. يعني زي مثلا المولود راح يكون ميل ولا فيميل بالضبط او مثلا احسن من هيك وابسط من هيك واوضح بمثال للطب انه هذا الانسان مريض ولا مو مريض بالمرض الفلاني هل هو عنده سرطان او ما عنده هل راح يموت ولا ما راح يموت خلال مثلا الشهر الجاي الى اخره او هو داخل المستشفى بتعمل له سكور او بتعمل له فورمولا معينه وهو بالطوارئ وبنساويها يعني
والله احتمال انه يتوفى خلال الاسبوع الجاي ولا كذا هيك 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 70%. فهذا كله بالطب يعني اللوجيستيك ريجريشن يمكن لسه اهم من اللينير ريجريشن للطب. فديفينتلي يور هوم ورك از تو ليرن مور اباوت لوجيستيك او ليرن اباوت لانه مو مور ليرن اباوت اللوجيستيك ريجريشن اند هاو ات هيلبس كرييت كلينيكال يعني سوي سكرين شوت سوي هلا ف هاو ات هيلبس كرييت بريدكشن رولز اللي هي سي بي ارز اختصارا اند ريسك سكورز. ما بعرف هلا كرم قال لي سنه ثانيه مين كمان في سنوات غير هيك سنة ثانية دكتور ثالثة بيسان مين كمان غالية ثالثة ثالثة احنا ثالثة بيسان مين قالت بيسان بيسان وغالية ثالثة اوكي اوكي معناته ديفينتلي انتوا بتعرفوا التيمي سكور وبتعرفوا الجريس وبتعرفوا الويلز صح ناسينهم درس ناسينهم ولا ناسينهم دارسين ولا ناسيين من النسيان ناسيين اوكي اوكي فديفينتلي يعني معروفين هدول فهدول التيمي والجريس بيتنبؤوا بالمورتاليتي يعني احتمال الوفاه لمرضى القلب تعمل له سكور انه عندك ضغط دم ولا ما عندك اخذت اسبرين خلال السبع ايام اللي مضوا عمرك فوق 65 ولا لا بتدخن عندك ضغط سكري حدا من عائلتك توفى على عمر الى اخره في هيك سبع يمكن سبع اسئله كل ما جمعت اكثر احتمال تيمي سكور 7 بالضبط حلو فهذا التيمي والجريس بيشبهه الويلز سكور للبالمونري امبولوس الالفرادو سكور بيتنبأ بالابندسايتس احتمال انه يكون عندك زايده السنتر للستريبتوك الستريب ثروت او في واحد لسه احسن منه الميك ايزاك يعني في كتير شغلات فهدول كلهم انتم فكركم طبعا هدول مكتوبين بالكتب بس الكتب ما بتقلكم كيف العلم يعني كيف اخترعوا السكورز هاي انتم فاكرين انه والله خلص دكتور قعد يكتب والله خلص هاي بنعطيها نقطه هاي نقطتين هاي ثلاث نقاط اللي هي الكوفيشنتس وخلص لا 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 هي باللوجيستيك ريجريشن اخترعوها يعني دكتور اللوجيستيك بالريسيرش بتهمك ولا نفس الشيء انت نفس نظام الدكتور مهمك هاي فيك تنقذ فيه ارواح مرضى يعني اروع يعني من اهم كل هذول اللوجيستيك ريجريشن كثير مفيد ومهم بس طبعا كمان صعب وفي له شروط يعني مشان تقدر تطبقه يعني للاسف انا واحد من الريسيرشات اللي عملته عن البنكرياتايتس حاولنا انا والدكتور نعمل لوجيستيك ريجريشن عليه بس ما طلع بايدنا لانه السامبل سايز كان صغير هي واحده من اكبر المشاكل يعني نحن عندنا كثير فاريبلز كثير فاريبلز بدنا نتنبأ بأوتكم معين انه حيمرض مره ثانيه او حيتوفى او 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 بس سامبل سايز كلياته 20 40 بني ادم كان صغير حاولتوا تعيدوه ولا تركتوا الموضوع لا لا هلا الريسيرش ما فشل الريسيرش يعني حينشر ان شاء الله وخلاص بس انه انت بتحكي عن جزئيه اللوجيستيك بس من دون لوجيستيك ريجريشن يعني حنساوي شغلات ثانيه بس اللوجيستيك ريجريشن لا لانه سامبل صغير بالتوفيق المهم فهدول فيديوين واحد واثنين يعني هذول خلينا نقول جايد او بدايه انك تشوفهم تتعلم زياده الفيديو الاول اسمه كلينيكال بريدكشن رولز يعني هون في كتير شغلات ممكن تساويها باللوجيستيك ريجريشن انك تحسن التشخيص تحسن الكذا منا مثلا الفرادو سكور انا كثير بنصح يعني بنصحكم جميعا تقراوا عن الشغلات هاي خصوصا الفرادو والتيمي سكور مثلا يعني دفنت تحت تسمعوا فيهم هذول حلوين واي حدا بيسمع على الشغلات هاي اياكم تصغوا اليه لا تصغي لقول عاذل يعني الناس اللي ما بيعجبها الشغلات هي إن ما بيفهموا كيف صنعت لذلك بيشككوا فيها المهم ما في هذا داعي نناقش الطرف الثاني بس يعني فهذول الفيديوين الفيديو الأول طبعا بالأخير يعني قضية دليل وبرهان يعني من الريسيرش مو إنه بس حكي فكلينيكال بريدكشن رولز هذا كله إن شاء الله حنزله على الجروب هذا فيديو الأول 14 دقيقة وهذا فيديو 9 دقائق بيعطيكم الأفكار العامة ما بيشرح الستاتستكس نفسها بس بيشرح علاقته بالطب والباقي ان شاء الله يعني لحالكم الانترنت هيك فيكم تعرفوا عنه يعطيكم العافيه جميعا الله يعافيك دكتور شكرا عفوا وان شاء الله نراكم السيشن الجايه الاخيره هي حتكون يوم الاثنين صباحا الساعه 1 على الاغلب ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم ساعتها ويلا يعطيكم العافيه شكرا جميعا على تصبحوا على خير سلام مع السلامه العافيه
الله يعافيك.